النهارده ان شاء الله هنتكلم على البي ام بي، بروجكت مانجمنت بروفيشنال. مبدئيا اعرفكم بس بنفسي الاول. معاكم الدكتور محمد حرب، وانا معايا دكتوراه في الهندسه الكهربائيه من جامعه اسكندريه، وشغال برضو في البروجكت مانجمنت. ويعني بصراحه بعشق او بحب جدا البروجكت مانجمنت، وبحس ان هي قريبه كده مني، بالاضافه يعني للشغل بتاعي في المجال الكهربائي. يعني انا عايز المحاضره ما تبقاش تقليديه قوي عن البي ام بي والامتحان، عايز الموضوع يبقى فيه تشارك مع الماده ونناقش مع بعض كده ونحاول ايه. انا مثلا بقالي 15 سنه خبره في اداره المشروعات بجميع انواعها، سواء كانت كهرباء او ميكانيكا ام اي بي يعني كلها، فعايز الموضوع يبقى تمام. يعني حاجه تانية، انا برضو استخدمت البي ام بي في موضوع البحث العلمي، في شغلي في البحث العلمي وانا شغال في ابحاث لها علاقه بالنانو تكنولوجي والانرجي ستورج ديفايسز والحاجات ديت، فبرضه استخدمت البي ام بي في الشغل دوت واداره المشروعات بتاعتي ديت. فاتمنى النهارده يعني ان انا يعني افيدكم، يبقى في كده ايه اثراء ونقاش يعني كويس يعني حوالين الموضوع. يعني انا معايا ماجستير ودكتوراه في الهندسه الكهربائيه، ومعايا البي ام بي سيرتيفايد. طبعا السيرتيفيكيت ديت من البي ام اي اللي احنا شايفين الايكون بتاعته دي موجوده معانا، البي ام اي، وده بروجكت مانجمنت انستيتيوت، وده تبع امريكا يعني، ودوت اللي بيدي السيرتيفيكيت. عشان كده السيرتيفيكيت دي فاليبل وقيمه وليها يعني رانك عالميا وانترناشونال، وبعد كده احنا هنعرف بقى ايه الموضوع بتاعها. برضه دارس سكرام وسيكس سيجما، ومعايا الايه برضه سيكس سيجما هنتكلم فيها علاقتها بايه بالبي ام بي، واحنا بنتكلم يعني وبنتناقش. فاتمنى يبقى الموضوع كويس، ولان انا بحب جدا، انا بدرس بي ام بي، بحب ادرس بي ام بي، وبحس ان هي قريبه منه قوي، فان شاء الله هحاول افيدكم ان شاء الله النهارده. مبدئيا اول حاجه كده احنا هنتكلم عموما كده عن الامتحان، عن الموضوع ليه هو بروفيشنال، الستاندرز بتاعت البروجكت مانجمنت، هنتكلم على الكود اوف ايثكس، ودي اهم حاجه عندنا في الشغل طبعا، موضوع الكود اوف ايثكس. البروجكتس عموما، ايه هو البروجكت وايه الفرق ما بينه وبين الاوبريشن، او ما بينه وبين الحاجات التانيه يعني. البروجكت مانجمنت عموما يعني ايه، بورتفوليو، بروجرام، الحاجات دي كلها هنتكلم على الاورجنايزيشن والبروجكت مانجمنت ستراكشر بتاعنا. البروجكت بيبقى له لايف سايكل معينه، فاحنا برضو هنتكلم على البروجكت لايف سايكل. طبعا في عندي حاجه اسمها بيزنس دوكمنت. انا دلوقتي مبدئيا اي مشروع بعمله بحتاج دايما اعمل له دراسه جدوى، فاحنا هنعرف البي ام بي هيساعدنا ازاي في بعض الحاجات دي كلها. مبدئيا بالنسبه للامتحان بتاع البي ام بي، ايه الفيز بتاعته؟ في ناس كتير بتبقى عايزه تعرف، لان هي انا بس عايز اقول لكم ان انا قعدت فتره كبيره، مثلا يعني 5 6 سنين كده شغال في المشاريع وما معيش شهاده بي ام بي. بعد كده قررت ان انا لازم يبقى معايا سيرتيفيكيت، وهقول لكم الاسباب اللي تخلي الواحد ليه لازم ياخد السيرتيفيكيت دي او يطلع على الحاجات الانترناشونال ديت. فدخلت في الموضوع دوت واخدت السيرتيفيكيت، وانا بمتحن وبدرس حسيت ان في حاجات كتير انا كنت بعملها ومش فاهم سببها ايه، او مش فاهم مسمياتها، او مش فاهم البيزكس بتاعتها ايه. لما اشتغلت في البي ام بي عرفت ان المسميات والحاجه المظبوطه ايه. فالبي ام بي اكزام بقى الفيس بتاعتي هي $550، طبعا ده يعتبر استثمار يعني مثلا حوالي 10,000 جنيه مثلا. فانت مبدئيا ده اول فكره، ان انت تدفع $550 هتمتحن، او في فكره تانية ان انت تدفع $120. دول بتبقى عضو في البي ام اي، البروجكت مانجمنت انستيتيوت اللي هو الامريكاني دوت، بتبقى يديك عضويه سنه، ممبر شيب بسنه، وبيفتح لك طبعا سورسات، وبيفتح لك كورسات اونلاين، وبيفتح لك كمان كتب وحاجات كده ممكن تشتغل بيها لمده سنه، وبعد كده بتيجي تمتحن بيعمل لك ديسكاونت، يبقى ب 400، يبقى التوتال كله بقى ب 420 مش 550. فانا انصح لو حد عايز يمتحن يدخل العضويه دي، برضو تتكتب في السي في بتاعك ان انت ايه، في الممبر شيبس بتاعتك، ان انت ممبر في البي ام اي. ممكن تجدد بعد كده، ولو انت مش محتاج تجدد بتمتحن، ويبقى ايه انت خلال السنه ايه تكمل الموضوع.
ده بالنسبه للامتحان. طب ليه بقى البي ام بي؟ ليه بروجكت مانجمنت بروفيشنال؟ يعني ليه؟ عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كبير؟ اتفضل يا باشا. في حد بيسال يا جماعه على حاجه؟ تمام. فاحنا ليه البي ام بي يا جماعه؟ يعني انا ليه هشتغل في البي ام بي او البروجكت مانجمنت بروفيشنال، او يعني ليه ههتم بالموضوع ده؟ اول حاجه انا يعني ايه بروفيشنال؟ يعني ايه بروفيشنال؟ ببساطه كده، لو انا دلوقتي شغال في شركه وعايز اعمل حاجه مهمه جدا او شغلانه، فالشغلانه اللي عايز اعملها ديت وانا في الشيفت بتاع النهار، فمثلا هروح افك حاجه او اركبها او اعمل اي حاجه كده، فانا ممكن ابقى ادائي في الشيفت بتاع النهار مختلف عن ادائي في الشيفت بتاع الليل. يعني ممكن بالليل ابقى مش مركز، يعني مش مركز في الحاجه او في مشكله معايا. فليه بروفيشنال؟ فانا بقى الموضوع كله ان انا هكتب البروسيدير بتاع الشغلانه، بحيث ان اي مهندس حتى لو كفاءته قليله هيروح ويعمل 1 2 3 4. وحتى انا نفسي لو انا مش مركز وشغال الفجر او جالي عطله او حاجه بالليل قوي، او ان انا في وقت مش بكامل تركيزي، هطلع الورقه ديت وابص على الحاجات او الليسته اللي انا شغال عليها وهشتغل عادي منها، يبقى انا كده شغال. فده البروفيشنال. زي لعيب الكوره بالظبط، يقول لك ان لعيب الكوره البروفيشنال ده يلعب في اي ملعب، ما يجيش في النص ينهج او يتعب، هو بيوزع مجهوده على الماتش كله اللي هو الوقت بتاع التايم كله، ويبقى منظم وقته ومنظم مجهوده، والمفروض كمان اداؤه طول الماتش او الجيم كله يبقى تقريبا واحد. ده البروفيشنال. فبرضه في البي ام بي انت دايما بكل حاجه بتعمل لها بلان، كل حاجه بتخطط لها، كل حاجه بتكتبها في ورق وتتفق مع الناس بتاعتك، علشان بعد كده تيجي تنفذ الحاجه ما ينفعش ترجع او تغير في الكلام بتاعك. ده بالنسبه للموضوع البروفيشنال. طيب البي ام بي ليه بقى؟ اول حاجه البي ام بي تخلينا ناخد البي ام بي، اول حاجه ان هي حاجه طبعا بروفيشنال، شهاده من جهه من البي ام اي، ودي حاجه انترناشونال، وبالتالي فيعني معترف بيها في كل العالم، يعني منها امريكا. وتاني حاجه ان هي طبعا كل البروجكت مانجرز اللي شغالين في الكونستراكشن طبيعي ان هم يبقوا في جهه بتديهم الاوثرايزيشن ان هم يشتغلوا، او جهه ايه تقول ان الناس ديت المفروض اوثرايزد او عنده البيزكس او الستاندرز اللي يشتغل بيه. فهي ديت بالنسبه لي البروجكت مانجر. طيب برضو ان البي ام بي لو انت عندك اثنين، واحد معاه بي ام بي وواحد ما معهوش بي ام بي، انت المفروض لو انا حد اللي ما معهوش بي ام بي اكس، المفروض ادي 1.5 اكس او 2 اكس اللي معاه شهاده بي ام بي. هو طبعا البي ام بي يعتبر دبلومه زي دلوقتي الام بي اي اللي هي تعتبر ماجستير اللي هي بتاعت الادمنستريشن، ففي ناس بتاخد البي ام بي تعتبر دبلومه، وطبعا في ناس كتير او جهات كتير قبل ما تترقى او تدخل على ترقيه جديده لازم يشترط ان انت تبقى واخد البي ام بي. طيب يقول لك خد بي ام بي علشان ارقيك، او خد بي ام بي علشان مثلا ادي لك علاوه، او خد بي ام بي علشان اشغلك في الشغلانه. فكل الحاجات دي بتتجمع وتقول لنا اهميه الايه الموضوع. طبعا هو الاستثمار دوت صغير شويه، مش وقته مش كبير، يعني انا ممكن مثلا في خلال مثلا شهرين ثلاثه بالكثير ابقى مستعد ان انا للاكزام دوت واقدر ادخل الامتحان، ما عنديش مشكله واقدر اخد السيرتيفيكيت بتاعتي. ده بالنسبه للبي ام بي. طيب بالنسبه لي السيرتيفيكيت بتاعتي، طبعا انا اتفقت ان الامتحان قلنا $550 او $120 عضويه و $400 كده بدفعهم. طيب ايه اللي انا محتاجه علشان امتحن؟ يبقى معايا سيرتيفيكيت ب 35 ساعه تريننج، ان انت مثلا دخلت بريبريشن مع يعني جهه معينه، او انت ذاكرت وخدت 35 ساعه من التعليم المتواصل اللي هي تدي لك الاحقيه ان انت تدخل الامتحان. الامتحان بيبقى عباره عن امتحان من 4 ساعات، 200 سؤال، ال 200 سؤال كلهم اختياري، بس طبعا الاختياري اللي هو ايه محير شويه، مش حد يبان. يعني انا عرفت ناس كده دخلوا كده الامتحان يجربوا ما نفعش، هو الموضوع مش لازم تبقى مستعد له، يعني حتى لو شهرين او شهر ونص، بس انت لو مستعد يعني ان شاء الله تنجح في الايه في الموضوع ده. 200 سؤال، وعشان تنجح محتاج تقريبا 66 67% عشان تبقى ايه نجحت. ما فيهوش امتياز وجيد جدا وبتاع، لو هو نجاح وسقوط
وبيقول لك ان انت ابوف تارجت او انت يعني اقل من التارجت او انت ايه محتاج تريننج يعني وكده. فالموضوع يعني فيه فرايتيز كتيره جدا، فدي النقطه ديت مهمه جدا علشان يعني تمام. ده بالنسبة لي الناس كده شايفة كويس يعني، لو الناس كده الدنيا واضحة تمام. ده بالنسبة لي الامتحان يبقى هو 4 ساعات 200 سؤال، ومحتاج اجيب حوالي 67 66% علشان انجح في الامتحان ده تمام. طيب ايه تاني يا جماعه معانا في الموضوع بتاعنا النهارده؟ انا الامتحان دوت بيتكون من ايه؟ هو الموضوع طبعا احنا قلنا مش حكايه امتحان او يعني او حكايه ان انت بتدرس حاجه علشان تاخد مرتب اعلى، او بتدرس حاجه علشان اترقى، او بدرس حاجه علشان دي فرض عليا يعني. لا، ده انا بدرس حاجه عشان موضوع البروفيشنال، عشان لما انا اجي اعمل اي شغل في حياتي يبقى فيه جزء بلاننج وفي فيه تخطيط وبنفذ الموضوع ينطبق عليه. زي ما قلت لكم، شغال في البحث العلمي بطبق البي ام بي، شغال في الصناعه في البتروكيميكالز بطبق البي ام بي، شغال في المشاريع بطبق البي ام بي. البي ام بي دوت طبعا برضو عايز اقول حاجه مهمه جدا برضو لينا كلنا، البي ام بي لو انت خدته ك يعني الموضوع ك يعني انت عايز تدخل تمتحن او الموضوع خدته كده يعني على وجه عموم كده، ممكن تلاقي الموضوع انت تقول ده حفظ، ده الموضوع صعب، ده الموضوع فيه في حاجات كتير. لو انت خدت الموضوع كفنيات وفهمته هتلاقي الموضوع بقى لوجيك. لو اول ما يتكون عندك اللوجيك بتاع البروجكت مانجمنت هتلاقي نفسك من غير مجهود كبير بتوصل للايه للي انت عايزه، بتوصل بروفيشنال اللي انت تبقى محترف يعني. فالموضوع بس يبقى عندك اللوجيك يعني بتاع الموضوع، وده يعني بدراسه وفهم ليه. عشان كده هم بيخلوا الزامي ال 35 ساعه ديت، دي حاجه الزاميه. ليه بقى؟ هيبقى في محاضر معاك هتتناقش معاه يتناقش معاك، انما لو بصيت للكتاب اللي هو 1000 صفحه دلوقتي ريفيجن 6 يعني بقى الموضوع انت ممكن تبقى خايف او تقول لا انا مش هقدر اكمل او الدنيا هتبقى صعبه. لا، انا شايف ان الموضوع لو انت خدته كده كده من البيزكس وبدات فيه واحده واحده هتلاقي الموضوع ماشي معاك يعني. وهتلاقي في حاجات كتير في حياتك بتعملها وانت مش عارف ان ديت خاصه بالبروجكت مانجمنت او الموضوع البروفيشنال يعني. طيب هو الموضوع كله بيقول لك ان اي مشروع او اي حاجه في الدنيا بتتكون من 5 بروسس. يعني انت لو جيت تعمل اي حاجه في حياتك كده ليها 5 بروسس. اول حاجه انيشيشن، دي مرحله بدائيه وبتبدا تدرس فيها الموضوع كده كايه كورقيات الموضوع يعني، او كانك بتكتب عقد شغلانه مثلا. بلاننج، ان انت تقعد مع حد وتعمل بلان وتعمل خطه وتظبط الخطه بتاعتك وتكتب على الورق انا هعمل ايه بالظبط، بحيث ان انت ما تجيش في النص تكتشف جاب او في حاجه انت ما عملتهاش. ما ينفعش نشتغل في حاجه من غير خط. ثالث مرحله اللي هي الاكسكيوتنج، اللي هي تنفيذ البلان بقى اللي انت نفذتها، ان انا عملت بلان على الورق هاجي على ارض الواقع واعمل انفذ البلان دي. بعد كده في رابع نقطه اللي هي المونيتور اند كنترول، ان انا بقى هشوف وانا بنفذت نفذت كل اللي موجود في البلان ولا بقى ولا نسيت حاجه. دي اول نقطه. او وانا بنفذ نفذت صح ولا نفذت غلط، يعني انا نفذت كله ولا لا، ونفذت صح ولا نفذت غلط. مرحله الكلوزنج، ان انا بقى بقفل وبتاكد ان انا كل حاجات عملتها في البلاننج والاكسكيوتنج وكل حاجه تمام، فبقفل. فاي مشروع في الدنيا فيه الخمسه بروسيسز دولت اللي موجودين. فهو بقى بيجي للامتحان ده يعني نقول ازاي؟ يعني مثلا لو انا عملت كونتراكت مع حد يعمل لي 100 مكتب، 100 مكتب الدايمنشن بتاعه متر في 60 سنتي تمام؟ فالراجل هعمل معاه عقد الاول انشيشن، هعمل عقد معاه واقول له انت هتعمل لي 1000 مكتب ب 1000 جنيه المكتب ب 1000 جنيه تمام. والراجل هيقعد يعمل خطه يشوف هو محتاج خشب قد ايه، محتاج صناعيه قد ايه، لان انا برضه هطلب منه في المرحله الانشيتنج ديت ان هو يقول لي انا عايزه مثلا يخلص خلال 10 ايام. فهو هيشوف بقى الايه الصناعيه بتوعه والماتيريال ويعمل بلاننج ويعمل كل الحاجات دي كلها، وبعدين يبدا يورهاني ونتفق مع بعض ونمضي عليها. يبقى انا ما عنديش مشكله في البلان ولا في الكوست. هو ممكن بعد ما يعمل بلان يقول لي لا المكتب مش هيعمل ب 1000، هيبقى 1200، فاحنا لازم كده ايه نزود شويه. طيب هو بعد كده لما يبدا ينفذ ومضينا خلاص، يبقى انا ايه قابلت بالتايم اللي قال عليه وقابلنا بالكوست وقابلنا على كل حاجه، بحيث ان انت برضو
ما ينفعش تشتغل وفي نص الشغل تقول لا انا مش شغاله ما اتفقتش على كده، لا انت اتفقت وكل حاجه مدروس. طب مونيتور اند كنترول بقى، انا بعمل مونيتور اند كنترول وهو شغال كده، اجي اقيس بقى المكاتب بتاعته، ما استناش ان هو يجيب لي ال 1000 مكتب المخزن عندي، فانا ممكن ابص الاقي المتر ديت بقت متر و5 سم، ال 60 بقت 60 او 65 سم، او المتر زادت 10 سم، او الارتفاع بتاعه مش 80 بقى مثلا 83، وانا عندي الدايمن المكان يحكم ان انا لازم الاريا دي تبقى مظبوطه. فحقيقي وهو شغال كده هاخد عينه منه واقيسها، بعمل مونيتور على الشغل بتاعي، معلش دي متر و10 انا عايزها متر بس، طب دي بدل ال 62 اعملها لي 60. فهو الراجل ايه، يعدل من وضعه، او بعد ما عمل يقول لي طب تعالى بص على الحاجه، الاقي مثلا عمل 990 مكتب وفي 10، يا باشا احنا متفقين على 1000، فبالتالي زود الايه ال 10 تاني، بعد كده هعمل الكلوزنج وادي له باقي الايه الفلوس بتاعه. هتلاقي برضو الامتحان من هذا المنطلق بيقسم كميه الاسئله او البرسنتج بتاع الاسئله على حسب برضو البروسيسز ديت. ففي الانشيتنج بيبقى 13% من الاسئله عن المرحله البدائيه، والبلاننج 24%، 31% للاكسكيوتنج، 25% للمونيتور اند كنترول، و7% للكلوزنج. كل الاسئله عندي هتبقى 200 سؤال، تمام؟ ليه 200؟ هو ليه بقى في 175 و25؟ 175 سؤال دول اللي حضرتك هيتحط عليهم الدرجات بتاعتك، و25 سؤال انت مش بتبقى عارفهم، دول ال 25 سؤال ان ماركت بيعملوهم كتيست كده علشان يشوفوا ايه حاجات اسئله جديده كده، او يشوفوا ايه مدى قابليه الناس للايه للتطوير، او بيستخدموهم في امتحانات بعد كده يعني، او بيعملوها دراسه. بس دول انت في 200 سؤال منهم 175 سؤال اللي هم اللي هيتحط عليهم درجات، وال 25 سؤال اللي انت مش عارفهم ارقام كام، هو ايه دول بره الموضوع، عشان انت طبعا لو عرفتهم انت مش هتحلهم، فهو بيديك 200 سؤال تشتغل فيهم كلهم مع بعض. ده بالنسبه لتوزيع الامتحان. طبعا في شهر 6 2019 نزلوا اوت لاينز جديده كده للامتحان، وقال لك انا لا مش هركز على البروسيسز بتاعت البروجكت اللي هي البدايه والبلاننج والاكسكيوتنج والمونيتور اند كنترولنج والكلوزنج، قال لك لا انا هركز شويه على الايه، على ثلاث عناصر تانيين اللي هم البيبول. كل تشابتر او كل نولج اريا بيتكلم فيها على الناس، الهيومن ريسورسز، ازاي تنمي الناس، ازاي تديهم تريننج، ازاي تختار الناس لشغلانه جديده او المشروع جديد على حسب السكيلز بتاعتهم والكومبيتنس بتاعهم، البروسيسز اللي عندك، البروسيس اللي انت هتستخدمها والتولز والتكنيكس اللي هتستخدمها، حط عليها 50% والناس 42%، والبيزنس انفايرمنت حط عليها ايه 8%، وبالتالي يبقى التوتال برضه 100% بتوعك، تمام؟ هو ده الايه كل الحاجات اللي احنا ايه بنتكلم عليها. يبقى هي ده في جون 2019، وبعدين قال في شهر، والله في اخر 12 في شهر 12 اللي فات هنطبق، وبعدين مدها تاني، وبعدين قال لاخر السنه ونشوف لغايه شهر 6 اللي جاي دوت اللي احنا فيه، وبعد كده قال لك لاخر السنه عشان برضو الناس ما تتلخبطش. القصه كلها هي نفس الريفيجن 6 اللي احنا شغالين منه، ما فيهوش اي مشكله خالص. القصه كلها هي في نوعيه الاسئله، يعني شكل الامتحان اللي الناس متعوده عليه بنوعيه اسئله معينه وترتيبه معينه هتختلف شويه، بس اللي هو مذاكر والمستعد للامتحان مش هيبقى عنده اي مشكله. هيركز برضو شويه، بيطلع لك على موضوع الاجايل. الاجايل دوت في ريفيجن 6 بنتكلم عنه كتير، اجايل او الاداره الرشيقه او اللي هي السمارت، ان انت لو الحاجه كبيره كده وعايز تعملها مره واحده ممكن يبقى فيها اخطاء كتيره، ما استناش شهر واشوف البروسيس ديت خلصت، لا انا ممكن بدل ما اقسمها 5 مراحل على مده شهر مثلا او اللي هي لغايه ما تخلص، هاجي اقسمها على كل اسبوع ال5 مراحل وتست واعدل، لما انا اعدل مره في الاول او مرتين في الاخر هلاقي الدنيا اتظبطت. ان هو بيقسم الحاجه الكبيره قوي او التارجت او البروسيس الكبيره قوي لحاجات صغيره جدا اقدر اعمل لها تبقى مور مانجبل، او اقدر يعني اتستها، اقدر اتحكم فيها، اقدر امونيترها، وبعد كده يقسمها حتت صغيره 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 لغايه ما تعمل البروسيس الكبيره. ويبقى في موضوع الايتريشن. يعني ايه ايتريشن؟ انا عملت حاجه في تولز معينه عملتها طلعت لي اوتبوت معين، الاوتبوت دوت انا متاكد هو مظبوط ولا مش مظبوط، لو مش مظبوط ارجع تاني للانبوتس والتولز والتكنيكس علشان اطلع الاوتبوت دوت يبقى مظبوط. ممكن بقى تدخل فيها بقى الارتفيشال انتليجنت، وتدخل فيها حاجات كتير اللي احنا الدنيا شغاله فيها دلوقتي في موضوع الاجايل وموضوع اللي ايه المانجمنت. فده يعني هو ده ترند اللي ايه العالمي اللي ماشي الفتره الجايه، واعتقد ان هم برده ده موجود في الكتاب ريفيجن 6 بنسبه كبيره، وهيركزوا عليه برده في الايه في الامتحانات.
طيب لو جينا نتكلم بقى على البي ان بي عموما، الكتاب اللي هو 1000 صفحه تقريبا اللي هو الابلكيشن 6 دوت بكل تفاصيله، فانا عايز اقول لكم بقى ان هو الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه خالص يعني من وجهه نظري. يعني اول حاجه انا الموضوع كله هقسمه، اي حاجه في الدنيا هقسمها لخمسه بروسس، اللي هم فوق اللي على المحور الافقي دول لو احنا شايفينهم: انيشيتنج، بلاننج، اكسكيوتنج، مونيتور اند كنترول، وكلوزنج. يبقى اي نولج اريا دول كده البروسس بتاعتي اللي هي بتاعت اي حاجه. طيب ايه بقى الكتاب دوت او البروجكت مانجمنت كان ريفيجن 5 وبعد كده ريفيجن 6، بيتكلموا بقى على ايه؟ بيتكلم على 10 نولج اريا. ايه بقى النولج اريا دول اللي هم موجودين في المحور الرأسي دول؟ اول حاجه الانتجريشن. يعني ايه الانتجريشن يا جماعه؟ الانتجريشن ان انا دلوقتي لو شغال في موقع مثلا اللي هو التكامل ما بيننا وما بين بعض، عندي مهندس ميكانيكي، عندي مهندس مدني، عندي مهندس كهرباء، ان احنا عاملين سكادول او جدول زمني، مهندس الكهرباء هيجي يركب ماتور او بمب في مكان، يلاقي بتاع المدني حاطط القاعده الخرسانيه بالدايمنشن مظبوط. لو هو متفق الدايمنشن دي 120 في 80 مثلا، هيروح يجيب مش هيروح يبص عليها اصلا، هياخد وينش ويروح بالبامب يحطها تنزل مكانها مظبوطه من غير ما يراجع ومن غير ما يبص. ما ينفعش هو يروح يلاقي الناس لسه شغاله في الصبه الخرسانيه بتاعتها، او يلاقيها مثلا بدل متر و20 اللي هي الويدث بتاع البامب بتاعته او الموتور دوت، يلاقيها مثلا متر و10، يبقى في مشكله وهو معلق بقى على الونش كده الحاجه مستني يعني يزود او يعمل حديد او حاجه. فانا كده عندي ايه؟ هيبقى عندي مشكله كبيره قوي في الموضوع. فالانتجريشن ان مهندس المدني خلص شغله، مهندس الكهرباء حط البامب، مهندس الميكانيكي هيجي يعمل الطاي ان بعد ما البامب اتحطت، ومثلا السكشن بتاعها او لو في كومبريسور او حاجه، ويعمل اللي يوصل المواسير والتيوبس والحاجات، ويلاقي المخرج بتاعي مثلا الاربعه بوصه او الاثنين بوصه اللي هو متفق عليه. مفيش مفاجآت لانها بروفيشنال، احنا قعدنا مع بعض عملنا بلان واشتغلنا في موضوع الايه؟ الانتجريشن. هنلاقي بقى الانتجريشن في حاجات كتير بتحصل. يعني اول حاجه في مرحله الانشيتنج بلاقي ان الانتجريشن دوت بعمل فيه ديفلوب، بعد كده في مرحله البلاننج بعمل مانجمنت، ديفلوب البروجكت مانجمنت بلان، مرحله الاكسكيوتنج بعمل دايركت اند مانج بروجكت وورك، وبعمل مانج بروجكت نولج، في المونيتور والكنترول بعمل مونيتور اند كنترول بروجكت وورك، وبعمل بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول لو انا في حاجه هغيرها برجع اغيرها، مرحله الكلوزنج بعمل كلوزنج. طب يبقى كده يا جماعه كل نولج اريا ليها حاجات بتتعمل في كل بروسيس، بتبقى منتظره تحصل في كل بروسيس. يعني دي العمليات اللي هي الافقيه، دي هي دي العمليات اللي هتحصل في النولج اريا الاولانيه ديت. طيب ده بالنسبه للنولج اريا بتاعه الانتجريشن. النولج اريا الثانيه اللي هي الثانيه بتاعه الايه؟ السكوب. السكوب دوت برضو ان انا اعرف ايه اللي ليا واللي عليا. السكوب بتاعي الشغلانه بتاعتي ايه اللي مطلوب مني؟ ايه شغل هو ايه الشغل المطلوب مني او بتاعي وايه الشغل التاني؟ بمعنى لو انا مطلوب مني ان انا في مبنى تعليمي، مطلوب مني ان انا اعمل محاره واعمل بعد كده الديكور واعمل السيراميك وكده، تمام؟ فده الجوب بتاعتي او السكوب بتاعي، ماضي عادي تمام. لما يجي يقول لي بقى تعمل لي شغل الكهرباء، ما ينفعش اعمل له شغل الكهرباء، ما فيش كونتراكت من بره السكوب، مش في سكوبي. فبالتالي بقى انا لما اجي اعمل الشغل دوت لازم يبقى جوه السكوب. فماشي مفيش مشكله، نعمل كونتراكت واجيب ناس بتفهم في الكهرباء واشتغل فيه. عشان الموضوع ده فيه حاجه مهمه جدا وخطيره بتحصل في كل المشاريع اللي هي اسمها كريب اوف سكوب او كريب سكوب، ان انت الكريب دوت او الكراكنج، ان انت زي الارض المشققه كده لو انت بتحط فيها ميه وبترويها وعطشتها جامد بتاخد ميه كتير اكتر من اللي هي محتاجاه، والزرع نفسه بياخد كميه قليله قوي من الميه. فتلاقي ممكن نفسك في بروجكت عامل شغل كتير قوي بس واخد شغل فلوس على ال 10% من الشغل ده، لان هو ده اللي جوه السكوب بتاعك او ده السكوب الحقيقي بتاعك، وال 90% الباقي انت بتخدم ده او بتساعد ده او بتعمل حاجه مش موجوده معاك، تمام؟ فده جوه الايه؟ السكوب. هتلاقي برده مش موجود لها حاجه في الانيشيتنج، في البلاننج في بلان سكوب مانجمنت، كولكت ريكويرمنت ان انا اشوف المتطلبات بتاعتي، الشغلانه عايزه ايه اللي محتاجاه، لو المحاره انا عايز اديها اسمنت وعايز اديه رمله، لو الديكور انا عايز ايه المتطلبات بتاعتي، هجيب مثلا المعجون ايه، هجيب ايه الفيلر بتاعي او الحاجات اللي بحطها،
هجيب ايه مثلا الدهان بتاعي مثلا سايدس ولا ايه ولا ايه المواد بروتال مثلا او اي حاجه. طيب ديفاين سكوب، بعد كده بحدد السكوب بتاعي واشوف الموضوع. طبعا يا جماعه انا شغال، لو في اي حد عنده اي سؤال انا تحت امركم، مفيش اي مشكله خالص. هو في حد كان عايز يسأل على حاجة؟ ممكن نعمل له انميوت. السلام عليكم. لو حد عايز بس يعمل راس هاند. تمام يا دكتور، بس انا مفيش اسئله خالص. مفيش أسئلة؟ تمام، أوكي نكمل. طيب خلاص احنا جمعنا الحاجات وقفلنا وعملنا بعد كده السكوب، بعد كده بنعمل حاجة اسمها دبليو بي اس او ورك بريك داون ستراكشر. احنا بقى هنبدا يا جماعه في البروجكت مانجمنت، هتلاقي نفسك في مصطلحات انت كنت بتشتغلها وانت شغال في المشاريع او بتبص عليها وانت مش عارف ايه ورك بريك داون ستراكشر، ان انا بقسم الشغلانه الكبيره قوي لحتت صغيره. لو انا قلت مهاره وجنرال كده وسكت يبقى المطلوب. يعني انا دلوقتي الاول مهاره هعمل 13 للحيطه، وبعد كده ال 13 بعد كده هعمل اوتار او بؤج علشان اعرف يعني بعد كده الراجل بتاع المهاره يملى، فيملى بالسيكنس اللي انا عايزه اللي الكونسلتنت عايزه، فبالتالي انا ايه اكمل الشغلانه بتاعتي على هذا الايه الاساس. تمام، يبقى كده بعد كده بعد المهاره هتبقى خشنه عشان احط عليها ماده تانيه، ولا هتبقى ناعمه عشان احط مثلا عليها معجون او كده. فالشغلانه الكبيره ديت بقسمها لشغلانات صغيره، وبالتالي هقدر اقول انا عايز قد كده لل 13، هقول مثلا عايز طن اسمنت، عايزين قد كده رمله، عايز كام فرد يشتغل الشغلانه ديت، هتتكلف عليا قد ايه. يبقى انا الشغلانه كل شغلانه شفت الماتيريال اللي محتاجها ليها، المان باور اللي محتاجها، الفلوس اللي محتاجها، وبالتالي لما اجي اعمل السكادول. وطبعا يعني بعد كده هعمل بعد كده يا جماعه هعمل بعد الدبليو اس هفاليديت السكوب ده بعد ما عملته. بعد كده هعمل فاليديت السكوب ان انا هجيب الناس اللي هم الاونر يمضي لي ويقول لي ده فعلا السكوب بتاعك. اي شغل يا جماعه من غير اوفيشيال او يبقى فورمال ورقه ممضيه، انا ما يعني ما دام اتفقت معاك بالبق كده وقلت لك اعمل كذا ونتكلم او نتفق، ما ده ما ينفعش، لازم يبقى في ورقه ممضيه. ده سكوبك، ده كونتراكت كده انت مطلوب منك 1 2 3 4 5 6، يبقى فاريشن اوردر على طول، فاريشن اوردر بفلوس اضافيه او اكسترا ورك بمسمياتها المختلفه. بعد كده كنترول السكوب، انا ممكن بعد ما اعمل السكوب ده الاقي التكلفه بتاعتي عدت او الاقي التايم بتاعي اكتر من التايم اللي الراجل عايزه، فلازم اقعد معاه ونتناقش علشان ابدا في مرحله البلاننج اظبط كده ايه الحاجات اللي انا ايه في البلاننج اللي انا عملتها. ده بالنسبه لي السكوب. طبعا هنلاقي في رقم مكتوب كده جنب النولج، دي ثالث نولج اريا اللي هي البروجكت سكادول مانجمنت. هنلاقي رقم 6 ده اللي هو يعني شابتر 6 في الكتاب. يعني انا مش عايز اقول لكم ان التيبل ده من اهم الصفحات جوه كتاب البين بوك جايد، فانا عايز اقول ان دي 6 يعني شابتر، بيكتب 6 كده يعني شابتر 6 جوه الكتاب. هتلاقي النولج اريا الثالثه اللي هي الايه؟ بروجكت سكادول مانجمنت. هو في حد كان كاتب في المرحلة ديت مستر جواد كان بيقول هو في عزيمة، ما هو دور مدير مشروع. احنا هنتكلم يعني بعد الانترودكشن البسيطة دي هنتكلم سنة كده على مدير مشروع. يعني هحاول اجيب لكم كده ايه مختصر الموضوع كله بحيث ان الموضوع يبقى ايه معين في يعني في دماغك. برضو في الاخر خلاص انا هسيب لكم وقت للاسئله عموما، انا بس عايز اكمل الصوره وبعد كده نتكلم عليها. برضو في حد كان كاتب جولدن بليت فيرسس كريب سكوب. الكريب سكوب احنا اتفقنا عليه ان انت تعمل شغل مش شغلك. جولدن بليت دوت لو انا يعني الطلاء بالذهب، لو انا جبت معلقه كده حديد وجبتها لك عشان تعمل بيها نسكافيه او الشاي في الفندق، فشكلها مثلا ممكن ما يبقاش عاجبك، ممكن اخدها واطليها لك بالذهب، فانت هتبقى مبسوط قوي ان المعلقه ديت مطليه بالذهب. فانت هتبقى مبسوط، بس انت كده كده هتدفع ثمن الاوضه نفس ثمن الاوضه. تمام؟ هتدفع نفس التكاليف. فانا يعني انا حاولت ارضيك بحاجه زياده اوفر
مش مطلوبه مني. يعني انت قلت لي مثلا اعمل لي طبقه واحده من الدهان، فانا عملت لك 5 طبقات، طب ما انت هتدفع لي ثمن طبقه واحده، يبقى انا اكني بحاول ارضيك. دي غير الكريب سكوب. الكريب سكوب ان انا بعمل حاجات مش في السكوب بتاعي، كده كده مش هاخد عليها فلوس. الحاجه الثانيه بعمل حاجه في السكوب بس بقى ايه، بجود فيها زي ما بيقولوا علشان اوصل لايه، ان انا ارضيك يعني. بس ده مش حاجه بروفيشنال. للسكوب حد بيقول في صيغه معينه للسكوب، طبعا طبعا في كل شركه هنتكلم عن موضوع التمبلتس ده حاجه، والليسون ليرند، وكل شركه لها تمبلتس وفورمات وحاجات كده ايه، دي تعتبر من حاجات المؤسسات والشركات. انا بس اشوف في الشات كده لو حد برضو حاجه يكتب لي، بحيث ان احنا ما يبقاش الموضوع من طرف واحد لغايه ما نيجي عند نقطه الناس تسال ليه عايزاه، واللي برضو عنده سؤال يكتبه كده علشان نحاول يبقى الموضوع ايه مجدي في الاخر. طيب الاسكادوال دوت، يعني انت بتعمل مخطط زمني، يعني مخطط زمني للشغل بتاعك، انا هعمل ده امتى وهياخد وقت قد ايه. طبعا لما انا عملت كده يبقى انا كده ايه في الاخر هقول، تلاقي دايما يقول لك المشروع ده ياخد له 36 شهر. اعرف ازاي 36 شهر؟ من اللي هو قسم دوت. اول حاجه في مرحله الانشيتنج مفيش حاجه، مرحله البلاننج عمل بلان سكادول مانجمنت، عمل كروكي كده للبلان واتكلم عليه، ديفاين اكتيفيتيز يعني حدد كل الاكتيفيتيز اللي في البروجكت، شغل مدني خوازيق وقواعد، شغل ميكانيكا يحط اساسات، هتشيل باي براك ولا هتشيل حاجه وطاي ان وكده، شغل مثلا بعد كده مثلا كهرباء، شغل ديكور. بعد كده المرحله الثالثه في البلاننج سيكونس الاكتيفيتيز، ايه قبل ايه؟ يعني هعمل قاعده خرسانيه بعد كده الراجل هيحط الموتور عليها، ولا الراجل هيحط الموتور وبعدين انا اعمل قاعده، ايه قبل ايه؟ هسيكونس. سيكونس يعني برتب. هنقعد مع بعض بتاع الميكانيكا، بتاع الكهرباء، بتاع المدني، بتاع العماره، نقعد مع بعض، انت عايز تعمل كذا وانت عايز تعمل كذا والاكتيفيتيز بتاعتك كذا وكذا. بعد ما ديفاين عملنا لها ديفاين وكله حدد الشغل بتاعه كله والدنيا بقت ممتازه، هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل سيكونس، ايه قبل ايه، ايه قبل ايه، هنتفق عليه. وبدل ما اتفقنا على السيكونس دوت ما ينفعش بعد كده نغيره، برضه ده في البلاننج وهنمضي عليه، ما حدش بعد كده يقول لي لا ده انا افتكرت ان انا هبقى قبل كذا او كذا قبل كذا. تمام. استيميت اكتيفيتي ديوريشن، كل شغلانه او كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز اللي هعملها الوقت بتاعها قد ايه، يعني كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز الوقت بتاعها هتاخد وقت قد ايه. تمام. استيميت، موضوع استيميت ان انا هقعد سواء بسوفت وير او بالناس الخبيره، واحد هيقول لك مثلا الصنايعي بيعمل لي 20 متر مثلا محاره في اليوم مثلا، يبقى انا دلوقتي عشان اعمل 100 متر يبقى انا 20 100 على 20 يبقى 5 ايام يعمل لي ال 100 متر دول، يبقى الشغلانه دي مثلا هتاخد لها 5 ايام، او هجيب مثلا 2 يعملوها لي مثلا ايه في يومين ونص. تمام. ده كده استيميت اكتيفيتي ديوريشن. ديفلوب السكادول، ان انا بعمل شكل منطقي للسكادول بعد ما حطيته كده اكتيفيتيز ورتبتها وبعد كده عملت لها لكل حاجه التايم بتاعها، هديفلوب شكل للسكادول، شكل عام كده للسكادول. طب لو السكادول دوت في الاخر طلع لي ان البروجكت يخلص في 40 شهر وانا عايز يخلص في 36، ده هعمل بقى حاجه اسمها في الكنترول، المونيتور اند كنترول، هعمل كنترول للسكادول، هشيل اكتيفيتي ملهاش لازمه او هقلل تايم شويه، او هستخدم الوسائل المستخدمه في البروجكت مانجمنت اللي هي الفاست تراكنج او الكراشنج، ان انا بدل ما شغلانه 2 يعملوها ممكن اخلي 4 يبقى الناس عدد كبير يشتغل فيخلص الموضوع في وقت اقل، او ان انا يعني هضخ اخلي الناس تشتغل ايه؟ ناس تشتغل دلوقتي يخلصوا ناس ثانيه تكمل بالليل، ناس تشتغل مثلا ايه في وقت ثاني اوفر تايم في شيفت مختلف. تمام؟ سواء كنا ايه بارل او سيريز، يبقى بعمل كنترول بقى ان انا ايه في الاخر لازم الكلاينت عايز 36 شهر، لازم انا اعمل له الموضوع ده في الايه؟ في ال 36 شهر، وهظبط الموضوع ده في البلاننج. بس طبعا مش هاجي في الاخر هقول له ده لا ده انا اكتشفت ان هي هتخلص في 40، لازم في بلان وخطه ايه محكمه. طيب احنا قلنا الانتجريشن، السكوب، السكادول اللي هو اللي انا بعمل جدول زمني للشغل، الكوست ده 1 2 3 4، ده رابع ايه نولج اريا. يعني ايه الكوست؟ كل اللي عملناه ده كله ملوش اي قيمه من غير ما اعرف قيمه الفلوس اللي انا هدفعها قد ايه. يعني بمعنى انا عملت بلان للكوست، استيميت في مرحله البلاننج، استيميت كوست، استيميت كوست،
او استيميت كوستس، ان انا كل الاكتيفيتيز اللي عملتها ديت وكل الشغلانات قلت التقريبي تتكلف كام؟ تقريبي بناس لها خبره دي التولز والتكنيكس بقى في كل الشغل بتاعك بعد كده. اللي هي مثلا تجيب ناس كده خبره اكسبيرينس بارتي مثلا ويقول لك انا والله الناس دي التكلفه دي بكذا، او ناس اشتغلت في المشاريع دي قبل كده تقول لك، او في سوفت وير تدخل له الداتا يطلع لك كل الحاجات دي. بعد ما بعمل كل الكوست بتاع كل حاجه هجمعها، بعد كده هديترماين البادجت، هجمع البادجت واقول لك فعلا المشروع ده يتكلف كام. بعد كده كنترول الكوست ليه؟ لان لو البادجت مثلا بمليون دولار وهو لا مش عايز، هو عايزها بنص مليون دولار، يبقى لازم اعمل كنترول برضه، هقلل في الاكتيفيتيز، هقلل مش هقلل في الجوده، كده كده الكواليتي موجوده، هقلل في الاكتيفيتيز، اشيل الحاجه من السكوب، كل الحاجات دي في البلاننج مسموح، مسموح بيها. يبقى ده موضوع الكوست وده مهم جدا. هتلاقي ان الكوست السكوب والسكادول والكوست شغالين في البلاننج والمونيتور اند كنترول. انا بعمل بلان ومونيتور اند كنترول. في الانيشيتنج كنت انا شغال انتجريشن، وكان في حاجه هنا في الانتجريشن اسمها بروجكت تشارتر. التشارتر دي هنتكلم عنها، ودي هي ميثاق المشروع او اللي هي مقتضاها بيبتدى المشروع. اي مشروع يا جماعه بيبدا بورقه اسمها تشارتر، ودي بتبقى ممضيه من واحد اللي اسمه السبونسر. مثلا المهندس نجيب سويرس لو عايز يعمل شبكه الجيل الخامس في مصر هيعمل ايه؟ هيجيب ورقه كده ممضيه مكتوب انا نجيب سويرس شركه اوراسكوم عايز اعمل شبكه الجيل الخامس في مصر، المشروع دوت المدير بتاعه اسمه كذا، هيحدد مدير مشروع المهندس علي مثلا. البادجت بتاعتي مليون دولار، الفتره بتاعتي 40 شهر، المشاكل بتاعتي هتبقى التمويل وان انا هعمل قرض وكذا، المشاكل بتاعتي، التسهيلات اللي انا هقدمها، تمام؟ ويمضي. اول ما مضى دوت كفيل ان هو يبدا مشروع. بدل ده اللي بيمضي على الشارتر ده السبونسر، بيحدد فيها البروجكت مانجر واسمه، البادجت بتاع المشروع، المين كونسترينز والريسكس اللي هتقابل المشروع، والبادجت طبعا بيحطها البادجت التقديريه للموضوع، تمام؟ ويبدا على اساسه ايه؟ يبدا المشروع. فاي مشروع في الدنيا لازم يبقى فيه سبونسر يمضي على تشارتر معين، تمام؟ يبقى دول كده بالنسبه لكده الايه الاربعه نولج اريا دول اللي موجودين قدامنا. طيب ايه بقى السته التانيين؟ احنا قلنا طبعا عندنا انتجريشن، عندنا بعد الانتجريشن ايه؟ السكوب، حددت السكوب بتاعي، بعد السكوب عملت بعد السكوب حددت الشغل بتاعي، هعمل ايه؟ السكادول هرتبه واعرف تايم الوقت الزمني، بعد السكادول عملت ايه؟ الكوست بتاعتي، بعد الكوست بقى دي حاجه مهمه عشان في حد يقول لك لما اعمل كنترول للكوست انا هشيل من الكواليتي، لا، في كواليتي مانجمنت، في كواليتي مانجمنت، يبقى لازم في حاجه اسمها كواليتي مانجمنت. انت دلوقتي اي شغلانه بتيجي تعملها في اي بروجكت يقول لك حسب اصول الصناعه، لما هو عايز يهرب من مش عارف يوصف في كل حاجه عايزك يقول لك تعمل كذا وكذا 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 وكذا، وحسب اصول الصناعه لنهو الشغل او انتهاء من الاعمال. يبقى اصول الصناعه دي تقتضي بقى ترجع اصول الصناعه، يبقى خلاص بقى يعني دبسك، ما ينفعش انت تيجي في النص تقول لا لا ده ما عملتش ده او ما استخدمتش ده، لا، في اصول، اصول الشغل المدني، اصول الشغل الكهرباء، اصول ستاندر وحاجات ثابته وليها حاجات ستاندر، تمام؟ طيب بالنسبه بقى للجزء الكواليتي دوت، طبعا انا من غير ما يعني من قبل ما اكمل، انت عندي شغلانتين مهمين دلوقتي بتطلب لهم ناس. طبعا في مهندس تكاليف، يعني مهندس شغال في الكوست، تمام؟ في مهندس للسكادول او التكنيكال اوفيس بيشتغل يعمل سكادول بالجانت شارت، يستخدم بريمافيرا البرامج المساعده بتاعتك ام اس بروجكت وتعمل شكل سكادول كده. ممكن الناس بتاع التكنيكال اوفيس يهمهم قوي التشابتر او النولج اريا بتاعت السكادول دوت. الراجل بتاع التكاليف او الكوست انجينير، وده بقى برضه حاجه حديثه، ده الراجل بتاع التكاليف يمسك المشروع يعمل استيميت الكوست وكل حاجه من ايه؟ من اي تو زد. الكواليتي بقى طلع فيها شغلانتين، كيو سي وكيو اي، كواليتي اشورنس وكواليتي تشيك. في كل الشغلانات دلوقتي اي شغلانه انت بتعملها تلاقي بتاع الكواليتي يجي يبص عليك، انت عملت شبه البلان، الدايمنشن مظبوطه، الفولتيات مظبوطه بالنسبه لبتوع الكهرباء، لو انت بتعمل شاشه تلفزيون الكونتراست مظبوط، الريزوليوشن والارقام اللي انت كاتبها مظبوط، كاتب لي انت ريزوليوشن كذا وكذا بيكسل مظبوط لما اشغل الشاشه، البروسيسور كذا لو هو مثلا حاجه سمارت، الدنيا كده مظبوطه ولا فيها مشاكل، يبقى بعمل تيست كواليتي تشيك.
الكواليتي اشورنس دوت اللي هو في موضوع الكنترول، كنترول كواليتي، بيجي بعد كده نتاكد ان كل الحاجات اللي في الكواليتي اللي انت عملتها اللي هي في البلان اتحققت. يبقى بالتالي انا ايه هعمل كل حاجه في البلان وارجع تاني ايه اشيك عليه. يبقى ده في عندي شغلتين دلوقتي اصلا، مهندس اسمه كيو سي وبيبو ميكانيكا وكيمياء وفي كل التخصصات، وكيو اي دايما بتلاقيهم مطلوبين يعني. فانت لو فاهم كواليتي كويس، وحاجه تانيه لو انت فاهم كواليتي برضه تقدر تبص على 6 سيجما، يعني 6 سيجما دايما شغاله بتعمل امبروف للكواليتي، يعني هو بيجي على العمليات الانتاجيه كده يعمل زي شركه تويوتا. شركه تويوتا كان شركه خسرانه جدا وفيها مشاكل كبيره، طبقوا 6 سيجما. ال 6 سيجما بيقول لك ان انت تعمل دايما يعني على طول كونتينوس امبروفمنت، وحاجه اسمها زيرو انفنتوري، بمعنى ان هم قال لك انا مش حاجه مش هيبقى عندي مخزن، انا كنت بخزن حاجات ودي فلوس، لا الخامات تدخل من على الباب تتصنع، العربيات تطلع تيجي تتباع. اول ما عمل كده وعمل ودخل الناس دخلت جوه المصنع ولقت فيه بروسس وحاجات في النص بتعطل الناس وهي شغاله، يعني واحد بيجمع عربيه وبعد ما يجمعها عايز يتست مثلا الموتور، بيمشي مسافه كبيره عند بيعدي مخرطه وفريزه مثلا، وبيعدي مثلا بنك كده من الباتريز اللي بيركبوا فيها العربيات عشان يروح يتست الموتور. طب ما ده وقت وده بيأثر على الانتاجيه. قال لك لا خلاص اللي بيتست الموتور يبقى المرحله دي بعد دي، قسم بقى عمل سيكونس للاكتيفيتيز فعمل ايه؟ امبروفمنت العمليه دي. فالست سيجما بتركز قوي موضوع الكواليتي، تمام؟ وشركات كبيره طبعا وناس كتير حققوا العالميه وبقوا مليارديرات، وناس كتير برضه بقوا مليارديرات ان هم جابوا ناس عشان تشتغل يعني تظبط لهم موضوع الكواليتي. فموضوع الكواليتي اللي هيفهمه كويس ممكن يشتغل برضه في الايه؟ في السكس سيجما. بعد الكواليتي يا جماعه عندي حاجه جميل مهمه جدا، دي رقم كام بقى؟ احنا قلنا اربع حاجات بقى قبل كده، نولج اريا، الخمسه الكواليتي، السته الريسورس مانجمنت، كان قبل كده اسمها الهيومن ريسورس في ريفيجن 5 كان اسمها هيومن ريسورس. الهيومن ريسورس ديت هي دلوقتي مش هيومن ريسورس خالص، الموضوع دلوقتي يا جماعه اسمها ريسورس مانجمنت، عشان بتتكلم عن ثلاث حاجات: الماتيريال اللي هتستخدمها، الاكيبمنت اللي انت هتستخدمها، المعدات، المان باور اللي انت هتستخدمها. يبقى لازم الماتيريال تبقى مظبوطه والكواليتي مظبوطه، الاكيبمنت تبقى مظبوطه وشغاله بكفاءه ما ينفعش تعطل في النص، المان باور تبقى الدنيا تمام، اعمل لهم التريننج المظبوط، اختار ناس السكيلز عندهم عاليه، الدنيا كده تبقى مظبوطه ويبقى كده ايه الموضوع ايه بروفيشنال. فالريسورس مانجمنت بتكلم على كل حاجه، الراجل اللي شغال بالعربيه اللي هو شغال بيها بالحاجه اللي هو بينقلها، يعني لو شغال مثلا حد بيعمل دليفري هو الراجل، الموتوسيكل او البايك اللي هو بيركبها تبقى الكواليتي بتاعتها كويسه، لو في معاه ثلاجه بتنقل الاكل لازم تبقى كويسه، يبقى انا لازم المنظومه كلها تبقى ايه الدنيا بيرفكت كتير. طيب يبقى انا ريسورس مانجمنت طبعا برضو هي فيها ثلاثه بروسيس، بلان ريسورس مانجمنت، وهعمل استيميت للايه الاكتيفيتي ريسورس، كل اكتيفيتي من اللي احنا عملناها هشوف الريسورسز المناسبه ليها، بمعنى هشوف كميه الماتيريال المفروض تستخدم فيها، كميه او الاكيبمنت المطلوبه، ثالث حاجه هشوف كميه الناس او عدد الناس اللي هيشتغل، تمام؟ مرحله بقى الاكسكيوتنج دي داخله معايا، مرحله الاكسكيوتنج هاكواير ريسورسز ان انا هجيب بقى الناس، ان انا ابدا اعين الناس، تمام؟ واعمل ديفولوب للتيم ان انا اديهم التريننج واشوف الموضوع ايه، ومانج ان انا ايه اتابعهم يعني واشوف ايه اللي بيعملوه. بعد كده هكنترول المناسب ان انا انزل اتكلم مع الناس، اشوف لو حد عنده مشكله في تريننج معين اديه له، او لو حد مثلا محتاج حاجه معينه اكملها له، او حد عنده جاب في حاجه، او حد محتاج مساعده. انا بس هستأذنكم دقيقه بالظبط عشان بس الاذان العشاء كده، دقيقه بالظبط ونكمل يعني، دقيقه واحده دقيقه بالظبط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إن شاء الله نكمل يعني الموضوع بإذن الله. إحنا وصلنا لموضوع الكواليتي وبعد كده الريسورس مانجمنت، اتفقنا إن هما الثلاث حاجات اللي هو الماتيريال والإكيبمنت والهيومن ريسورس، وعملنا كنترول وإدينا التدريب المناسب للناس واخترنا الماتيريال المظبوطة والإكيبمنت المظبوطة. بعد كده هعمل موضوع الكوميونيكيشن مانجمنت، دي اخطر حاجه موجوده في البروجكت مانجمنت. ومدير المشروع او البروجكت مانجر، مش شرط البروجكت مانجر، انت كمدير في مكان او بتعامل مع ناس، هو بيقضي 90% من وقته في الكوميونيكيشن، فدي حاجه مهمه جدا. لان بصراحه كده لو يعني برضو لما نيجي نتكلم على دور البروجكت مانجر هنلاقي نفسنا كده يعني في بعض السكيلز او البيرسونال سكيلز لازم تبقى موجوده عنده، لو هو ترابل ميكرز، لو هو مش بيقدر يتناقش مع الناس او بيعمل مشاكل او هيبقى في عنده مشكله كبروجكت مانجر. ففي لازم يبقى في الكوميونيكيشن كويس مع الناس. تاني حاجه لازم الكوميونيكيشن دوت يبقى واضح وبطريقه فورمال. اقول لكم مثال، لو انا كمدير مشروع وفي مصنع والصوت عالي جدا وصوت معدات عاليه وحد كلمني في الموبايل وقال لي دلوقتي يا باشمهندس انا عايز اعمل حاجه معينه، فانا ما سمعتوش كويس قلت له اوكي، وطلع هو مثلا بيقول لي احنا النهارده هنمشي بدري مثلا عشان في عندنا حد زميلنا مثلا في حاله وفاه، فكل الموقع هنطلع ويعني ونروح العزاء دوت. فانا قلت له اوكي وما سمعتش قوي هو بيقول ايه، فقلت له اوكي. رجعت الموقع لقيت الاونر بيعمل مشكله وازاي كل الناس مشت وعمل كارثه وهيعمل لنا استبعاد من الموقع. ليه يا جماعه؟ قال لك لا انت الناس بتاعتك مشت ومن غير ما ترتيب. فسالت قال لي يا باشمهندس ما انا كلمتك وقلت لي ماشي، طب انا ما سمعتكش كويس، حضرتك قلت لي ماشي، فيبقى الدنيا كده انت ايه عندك مشكله. فمبدئيا لو حد كلمك في التليفون او طالب منك قرار وانت متضايق او متنرفز او متعصب شويه واكلمه او اقفل مش هتكلم دلوقتي، او ما تديش اي قرار وانت متضايق سواء بالبوزيتيف او النيجاتيف. ولو انت مش سامع كويس او في عندك مشكله في دوشه او مش سامع اللي قدامك بيقول كويس، صوت قطع للحظه كده وهو بيتكلم مثلا، برضو ما تديش قرار او اتصل تاني او لما تطلع بره رد عليه وقول له طب شويه واكلمك تاني، ما استحاله تدي قرار، لان بعد كده يعني في حاجات ما فيهاش رجوع، مش بس ان انت ايه حد استبعد من الموقع او حد راح الموقع اللي اكتشف مثلا الناس كلها مشت او كده. فالموضوع يعني ايه صعب قوي. فالكوميونيكيشن لازم تبقى واضحه وفورمال، ما ينفعش برضه ايه الدنيا كده ايه طب اشتغل ونبقى نشوف، لا في ورقه مكتوبه ونشوف. الدنيا كده لازم تبقى كلير من الاول
هتلاقي هم ثلاثه بروسيس في البلاننج، بلان كوميونيكيشن، بعمل الخطه، بحدد التكنولوجي اللي يعني انا دلوقتي لما ابعت ريبورت للناس المديرين اللي عندي هبعته كده ايه، فاكس ولا هبعته بالايميلات، ولا هشوف التكنولوجي اللي هستخدمها، الميثود اللي هستخدمها، واشوف هي الموضوع انتوا عايزينه تبقى الايميل الرسمي، ما ينفعش الايميل الياهو بتاعك مثلا تبعت منه حاجه او حد يبعت لك عليه حاجه وتقول لا ده انت بعت لي، لا في ايميل شغل ده يعتبر حاجه فورمال. مانج الكوميونيكيشن ان انا بقى ايه براقبها بقى واشوف الوضع ماشي ازاي. بعد كده المونيتور، دايما مونيتور اند كنترول، انا بشوف اللي انا في الخطه نفذته وانا بمانج يتعمل كله ولا في حاجه ناقصه، في حد المفروض ياخد ريبورت ما اخدوش، يعني انا ببقى عايز دايما ان انا ايه الدنيا تبقى كلير من جميع الجهات. ده بالنسبه للكوميونيكيشن. طيب بعد كده الريسك مانجمنت اللي هو الشابتر رقم 11، وده نولج اريا مهمه جدا، فيها شهاده برضو اسمها ريسك ار ام جي، فالريسك لها شهاده برضو ريسك مانجمنت ولها شغل تاني، و يعني هو حاجه مهمه جدا، بمعنى وبرضه هي ليها ثلاث مراحل، بلاننج اكسكيوتنج ومونيتور اند كنترول. بتيجي في الاول خالص بتعمل بلان كده، وبعد كده بتحدد كل انواع الريسك، ايدنتيفاي ريسكس بتاعتك، بتحدد كل انواع الريسك اللي موجوده عندك، وبعد كده بتبرفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيس. كواليتيتيف يعني ايه يا جماعه؟ ان انت بتشوف ايه البريورتي بتاعته عاليه وايه البريورتي واطيه. يعني انا دلوقتي عندي حاجات مشكله في التمويل، فدي البريورتي عاليه يبقى دي تتحط في الاول، بعدها مثلا حاجه ثانيه ثالثه رابعه، كاني بعمل سيكونس كده حسب البريورتي. بعد كده بيرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيز، كل حاجه اداها درجه. موضوع التمويل ده هدي له درجه 100%، موضوع مثلا ان انا مثلا العمال بتغيب ومش لاقي عمال مهر اديله مثلا 50، الاحتمال بتاعه 50%، فهديها قيم وارقام عشان لما المدير يبص على الارقام ديت يبقى عارف الايه الموضوع ماشي ازاي. بعد كده بعمل بلان للايه؟ للريسك ريسبونس. انا بعد ما حطيت الريسك حددته كله واديته بريورتي، يبقى انا هبص على اللي يجي في الاول، واديته ارقام تدل على اهميته، تمام؟ هعمل الريسبونس بتاعي او التصرف بتاعي، يعني هشوف التصرف بتاعي ايه؟ يمشي ازاي في الايه؟ في الموضوع. تمام؟ يبقى انا دلوقتي هشوف اللي ايه التصرف بتاعي هيمشي ازاي. وحد كان كاتب بس بيقول لي هو الايميل، ايميل الشخص دوت يعتبر اوفيشال؟ لا، الايميل الشخصي لا، يعني انت لو الايميل اللي هو بتاعك لا، الجيميل لا، ايميل الشركه اللي انت شغال فيها ده اوفيشال، لو حد بعت لك عليه حاجه او انت بعت لحد لحد حاجه، انا ممكن ابعت مناقصه بايميل شركه ومش لازم ظرف، لا انا بعتها بايميل الشركه وهو دوكمنت عندي موجود على السيرفر، تمام؟ فالحاجات دي مهمه ايه جدا يا جماعه. البريد الالكتروني بتاعك بتاع الشركه مش بتاعك اللي يعتبر رسمي، تمام؟ فالموضوع ده مهم جدا. طيب الريسك خلاص حددت وعملت الريسبونس، امبلمنت ريسك ريسبونس، امبلمنت ان انا هطبقه بقى عشان ده جاي في مرحله الاكسكيوتنج، هطبق الريسبونس اللي انا عملته في البلاننج. طب في بقى مشكله، همونيتور بعد كده الريسبونس، طب انا ممكن الريسبونس اللي انا عملته يعني اللي انا عملته ده يضيع الريسك، طب ممكن الريسبونس ده يعمل ايه؟ يخلق ريسك تاني مختلف، تمام؟ طب ممكن الريسبونس دوت يعالج دوت، تمام، ويعمل لي مشكله تانيه خالص، او يعمل لي تريجر لحاجه تانية. يبقى القصه كلها مش ان انا بس حددت عملت ريسبونس ونفذته، لا، تاثيره، التاثير الامباكت بتاعه اضالي على الموضوع ولا عمل لي ريسك تاني ولا عمل ايه بالظبط؟ يبقى لازم اشوف الريسبونس بتاعي ايه عمل ايه. ندخل برضو للنولج اريا التاسعه ومهمه جدا، بروكيرمنت مانجمنت. البروكيرمنت يعني العقود والمشتريات والتعاقدات بتاعتي، كونتراكت. في برضه شغلانه اسمها كونتراكت انجينير، وده بيبقوا مهندسين دلوقتي، ياخد الكونتراكتس معايا ويذاكرها، لان ببساطه جدا قبل ما نتكلم في الكونتراكت، انت ممكن تمضي على عقد وتاخد شغلانه كسبانه ونوع العقد اللي انت ماضي عليه يخسرك. يعني في حاجه اسمها بيل اوف كوانتيتي انت بتحط لها اسعار، في بقى نوع عقد اسمه ايه؟ فيكسد برايس، يعني كل حاجه لها سعر ثابت. طب
الفيكس برايس وانت مضيت والحاجه ب 100000 جنيه وانت عارف ان مكسبك 50000 جنيه. طيب فيكس برايس ما اقدرش اغير السعر، ما فيهوش اي كلام. طب سعر العمله وانت حاسب على الدولار 8 جنيه ولا 11 جنيه ولا 16 جنيه، الدولار لقيته بقى ب 18 جنيه، يبقى عندك مشكله جامده، مكسبك ممكن تبقى بالماينس. يبقى انا كده عندي ايه؟ مشكله يا جماعه جامده ايه في موضوع الايه؟ نوع الايه؟ العقد بتاعي. طيب هو حد بيسال كده شرح مبسط للموضوع التخطيط ده هقول لكم عليه يعني، بس اقول لكم بس الفكره كلها النولج اريا الكتاب او الموضوع بيتكلم عليه. احنا اتكلمنا كده على الامتحان وان انت عشان تمتحن يبقى معاك شهاده محاسبه 30 ساعه معتمده، وان انت الامتحان 200 سؤال، الكتاب 10 نولج اريا جنرال. بعد كده ايه هنفصص الموضوع سنه سنه ونشوف اسئلتكم. طبعا اهم، واحنا مش بصدد ان انا يعني بعديكم الامتحان، احنا بس ايه بحبب ناس مش عارفه المجال تعرفه، وناس مثلا ممكن اشجعها تمتحن. وانا طبعا يا جماعه هيبقى معاكم ايميلي لو في حد محتاج مني اي ماده علميه مساعده، انا تحت امركم طبعا يعني ما فيهاش نقاش يعني. طيب البروكيورمنت يا جماعه بقى دلوقتي في مهندس تعاقدات، لان اجي الشغلانه يجي حد مش محامي بقى، لا ده مهندس علشان في حاجات فنيه وفي كميات وفي حاجات اوفرز تانية ولازم ابقى انا عارفها، وفي تندرز وفي عروض تكنيكال اوفرز وفي فاينانشال اوفرز والحاجات دي كلها، فلازم يبقى في مهندس في الايه؟ في الموضوع. فشغلانه تانية بقى قلنا في مهندس تكاليف، في مهندس كواليتي اثنين شغلانتين كيو اي وكيو سي، وقلنا في شغلانه اللي هي البروكيورمنت اللي هي الايه؟ التعاقدات. يبقى في عندك دي كبيره وانت فاهم كويس وعندك شويه نولج اريا وعندك شويه خبره، تلاقي نفسك كده ايه ممكن تشتغل كذا ايه شغل. بلان بروكيورمنت مانجمنت، بلان بروكيورمنت مانجمنت اللي انا هعمل بلان للبروكيورمنت او نوع العقد اللي انا هستخدمه كده والحاجات دي، وكونداكت بروكيورمنت انا يعني خلاص يعني ايه هنفذ العقد بتاعي بالتفاصيل بتاعته، كنترول بروكيورمنت ان انا اشوف بقى الايه الحاجات كلها زي اللي في البلان ولا لا. تمام. اخر نولج اريا الستيك هولدر مانجمنت. يا جماعه الستيك هولدر مانجمنت دي حاجه خطيره جدا جدا في في المشاريع يعني ما فيهاش نقاش. الستيك هولدر دول الناس مش اصحاب المصلحه، هم الناس اللي بيأثروا بوزيتيف او نيجاتيف على المشروع، مش المشروع بس، على اي حاجه في حياتك. يعني في ناس كده ممكن تأثر بوزيتيف وناس ممكن تأثر نيجاتيف. المدير بتاعك ممكن يبقى كويس او وحش بس في الاخر هو بيأثر عليك سواء بوزيتيف او نيجاتيف. الناس اللي شغالين تحتك وانت مرؤوسيك وانت راجل رئيس بتاعهم ممكن يرفعوك وممكن يودوك في داهيه. فالموضوع الستيك هولدرز هي ايه؟ الناس اللي بتأثر بوزيتيف او نيجاتيف على ايه؟ على المشروع. باجي في اول مشروع في مرحله الانيشيتنج اللي هي ما كانش فيها حاجه كتير قوي، قال لك مرحله ايه اللي فاتت اللي هي مين؟ اللي هي بتاعت التشارتر اتكتبت في مرحله الانيشيتنج البدايه. دلوقتي حاجه ثانيه ما كانش في حاجه ثانيه فيها، قال لا الايه؟ بعد كده ايدنتيفاي ستيك هولدر، وهي قبل ما ابدا يعني في الايه؟ في المشروع اصلا ولا اعمل بلاننج ولا اعمل اي حاجه، ببدا بحدد كل الستيك هولدرز اللي معايا. السبونسر اللي هو سواء كان نجيب سويرس ولا اللي مضى على المشروع ده اول ستيك هولدر. الشركه الاونر، الناس اللي شغاله معايا، التيم بتاعي، المقاولين اللي شغالين، السبلايرز، كل الناس دي بحددها كلها، ما ينفعش واحد يقع منه. ليه بقى؟ عشان هعمل بلان ستيك هولدر انجاجمنت. انجاجمنت ان هو تدخله جوه المشروع، هدخله ازاي؟ او انا هديله ايه المعلومات اللي هديها له، او الفكر، او تعامل معاه ازاي، يعني انا هتعامل معاه ازاي، او الموضوع فيه التكنولوجي ازاي. مانج ستيك هولدر انجيجمنت، همانج بقى يعني انا فعلا هراقبه كده وايه وهو شغال. بعد كده مونيتور ستيك هولدر ايه انجيجمنت، همونيتور اللي هو طبعا كلهم موجودين زي ما عملت ايدنتيفاي واحد جه زياده او واحد دخل، مدير مشروع جه في شركه تاني، اونر في شركه الاونر جابوا مدير تاني، فالمدير دوت هدخله في الايه؟ في الليسته بتاعه الستيك هولدر اللي هي في مرحله الايه؟ الانشيتنج. يبقى لازم كل الناس بتاعتي تبقى ايه؟ ذاكرها وايه؟ موجوده، تمام؟ دي كده يا جماعه ال 10 نولج اريا الموجوده. انا بس افتكرت حاجه صغيره عايز اقولها لكم، ان انا كان ليا واحد صاحبي كان شغال في شركه بترول امريكاني وكان بياخد مرتب كويس جدا، لما جه موضوع البترول والدنيا كده فقعدوه في البيت، فالراجل شغال شغلانه
الناس الخبره فيها يتعدوا على صوابع الايد الواحده. يعني هي شغلانه متخصصه، حاجه كده بايلوت بيتحكموا في المواسير اللي هي في قاع البحر ويعملوا لها ادجستمنت وحاجات كده، فعدد معين على مستوى العالم. فلما قعد هيشتغل ايه؟ هو مهندس كهرباء، هيشتغل ايه؟ ما ينفعش يروح وهو خبره مثلا 12 سنه في المجال دوت يقول لهم انا هشتغل في شركه كهرباء او شركه مقاولات. ما لقاش الدنيا واقفه، فاتنصح ان هو يشتغل، ياخد كورس بي ام بي، خد كورس بي ام بي، قدم في شركه كمبيوتر ان هو يشتغل بروجكت مانجمنت، بروجكت مانجر، وهو طبعا الكمبيوتر ما يعرفش اي حاجه، الكمبيوتر بقى مانجر بقى بتاع مهندسين كلهم كمبيوتر وبرمجه، يقابل الكلاينت، يعرف الريكوايرمنت، يعمل بلان، يوزع تاسكات، مش لازم بقى يبقى عارف كل التفاصيل الشغلانه، هو بس بيوزع ويعمل بلان ويراقب ويمانج ويكنترول. اشتغل فيها 6 شهور وبعدين جاله اوفر كده في الامارات، اشتغل هناك، اشتغل حرفيا اشتغل بشهاده البي ام بي، اشتغل 6 شهور كده في المانجمنت وشهاده البي ام بي شغلته في الايه؟ كبروجكت مانجر. يعني هو كان بياخد الشغل ملوش دعوه بالبرمجه. وحتى اقول لكم حاجه على البروجكت مانجر، البروجكت مانجر بيقولوا دايما الاكسبيرينس بتاعته او السكيلز بتاعته تبقى 1 مايل لينث 1 انش ديبس. بمعنى ايه؟ يعني هي ميل في يعني عارف في كل حاجه، متخصص 1 انش يعني 2.54 سنتي في الحاجه، يعني هو مدني يبقى فاهم في شغل الكهرباء، بس مش كمهندس كهرباء، فاهم، يعرف يبص على الشغل، يتناقش مع الناس بتوع الكهرباء، يتناقش مع الناس بتوع الميكانيكا، يبقى فاهم في التربينات، يبقى فاهم في المولدات، مش فاهم يعني يقدر يصلح، فاهم جنرال يقدر يشغل نفسه، لو بيعمل سكادول ولا بيعمل حاجه يبقى فاهم. فيبقى هي 1 مايل لينث 1 انش ديبس، وحرفيا شهاده البي ام بي ممكن تشغلك في تديك تجيب لك شغله وتخليك تبقى شيفت كارير. يعني قلنا ان هي بتديك يا جماعه بتزود لك مرتبك، ممكن ترقيك، ممكن هي دبلومه كمان لو حد فاضي يشتغل يبقى عمل دبلومه بدل ما يعمل ماجستير، والام بي اي ب 90,000 جنيه ولا حاجه، وعلى مدار مثلا 3 سنين ولا 4 سنين ولا سنتين، كتير كميه كبيره وفلوس كتير. فالموضوع يا جماعه دوت ايه يعني، يبقى فيه ايه يعني وقت قليل وفلوس ايه قليله وبنت. طيب ده شكل الكتاب اللي هو يعني هنتكلم بقى الماتيريال اللي انت ايه ممكن تبص عليها علشان تشتغل، يعني بمجايد اللي هو ايه بنبوك اختصار لبروجكت مانجمنت بادي اوف نولج، او اللي هو البادي اللي فيه كل النولج اللي هم ال 10 نولج اريا الرئيسيين دول. وده شكل الكتاب، واللي شغال دلوقتي معانا اللي هو السيكث اديشن الطبعه السادسه، مختلفه شويتين على الطبعه الخامسه، بس برضو اللي يعرف الطبعه الخامسه هي اختلافات معينه ممكن ابقى اشرح لكم كده فايل في الاختلافات ما بين الحاجات. مثلا دي بقى 49 عمليه، كان قبل كده 47، في غيروا في مسميات زي ما قلت لكم، مثلا الريسورسز كانت هي اسمها هيومن ريسورسز، السكادول مانجمنت كان اسمها تايم مانجمنت، فحاجات كتير كده ايه، او يعني حاجات بسيطه كده ايه في اختلافات فيه. تمام، فده شكل الكتاب وبيتكلم على الستاندرز والايه، وان هو يبقى الدنيا ايه كده فيها كل حاجه، وهو بروفيشنال بمعنى ان بيمسك كل حاجه ويناقشها لك ويقول لك التولز اللي انت تستخدمها، بحيث ان انت ما تشغلش دماغك في الوقت اللي انت تعبان فيه. انت هتشغل دماغك وانت بتدرس وانت فاهم، لو انت مرهق او تعبان او يعني اكزوستد كده ومش بحالتك الطبيعيه او نرفز، هتاخد الورق اللي انت عامله او البروسيدرز اللي انت عاملها وتشتغل بيها في اي شغلانه برضه، هتطلع نفس الايه النتيجه. تمام، هعمل لكم، في حد عايز حاجه كده لينك للكتاب، هعمل لكم لينك كده للكتاب، هحط لكم على جوجل درايف ولا حاجه واحط لكم على الكتاب دوت. وفي كتاب تاني يا جماعه، هو ده الكتاب اللي فيه الماتيريال اللي انت بتقراها وعشان تمتحن. في كتاب تاني اسمه ريتا، دي واحده امريكانيه عملت كتاب على البين بوك بس اسئله، ده برضه بس هو بيتكلم وبيشرح الموضوع تاني اكنه مثلا ايه كتاب خارجي، يعني ده مثلا كتاب الوزاره مثلا، وده التاني كتاب خارجي بيتكلم كتير وشرح كتير وامثله كتير. لو انا مثلا عايز اذاكر هذاكر من الكتاب ده البين بوك، واحل من ريت على الاسئله اللي على ورا كل شابتر كده، واعمل كده اشوف نفسي بجيب درجات كام واشوف نفسي الدنيا ماشيه ازاي، لان هو ده في الاول وفي الاخر امتحان.
فلازم يبقى في براكتس، يعني 200 سؤال على 4 ساعات ولا 4 ساعات، فال 200 سؤال لازم لو انت مش متدرب هتلاقي ال 200 سؤال كتير قوي على 4 ساعات، فمع التدريب وان انت تحل كتير هتلاقي نفسك ايدك ماشيه في الموضوع، فلازم يبقى برضه اسئله كده عشان تعرف ان ايه الدنيا ماشيه ازاي. طيب في برضه الكتاب بيركز على الكود اوف ايثكس والبروفيشنال كونداكت، يعني بمعنى ان دلوقتي في حاجه ضايعه جدا مع المهندسين بالذات والدكاتره والحاجات دي كلها، اخلاقيات المهنه. في دكتور يعمل عمليات معينه مش ليجل، حاجات كده مش شرعيه عشان ياخد فلوس، مهندس يمضي على ورق عماره اساسها مش كويس او حاجه عشان ياخد فلوس، طب ما ده بره الليفتس. الحاجات دي البي ام اي بيجربها، لو حد عمل حاجه زي كده واتبعت فيه ريبورت، لو هو عضو في البي ام اي بيطلع من العضويه وبيشيلوه بيعملوا مشكله، تمام. وطبعا المفروض ده دور نقابه اللي ايه مثلا المهندسين والنقابات اللي هي اللي ايه الحاجات اللي هي الاوفيشال اللي بت 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 بتحاسب الناس يعني، او بتحاسب الناس اللي في المهنه منتمين ليها، فده برضو حاجه ايه مهمه جدا يا جماعه ولازم ايه ناخد بالنا منها، الكود اوف ايثكس. حاجه ثانيه قلنا لكم المهندسين الصغيرين اللي لسه شغالين في بدايه حياتك خبرتك بتبقى قليله، لو اتطلب منك اي حاجه انت كده كده هتاخد مرتبك اخر الشهر، لو اتطلب منك اي حاجه امضي لي، طب يا باشمهندس، طب امضي لي على الورق ده، طب قول ان الدنيا تمام وانت عارف ان في مشكله، لا يعني رجاء ما ينفعش، لان الحاجات دي هتفضل معلمه معاك لغايه ما تطلع معاش ولغايه يعني ما تعجز. انا عملت والله مضيت على ورق وفي حاجه كان فيها مشكله، طب انا في الاول وفي الاخر هيديني مرتب، اداني بونص 1000 جنيه، طب ال 1000 جنيه ديت حرام، ال 1000 جنيه ديت مش ايثكس. كل الحاجات، ولو انت اكتشف امرك هيبقى يتعلم عليك في الموقع اللي انت فيه او يتعلم عليك في المهنه بتاعتك، وهيبقى في دكاتره بيطلعوا طلعوهم من النقابه ومهندسين بيطلعوهم من النقابه وبيبقى عليهم بالبلد. طب لو ما اكتشفش امرك انت ضميرك ما بيبقاش مستريح، هيبقى عندك مشكله، الفلوس دي مهما خدتها فهتتصرف. ودايما الناس بيبقى عندها مشكله وهي في الاول مرتباتها بتبقى صغيره، فممكن تبقى بحاجات من كده. فانا انصح الناس كلها ان هي تبقى تشتغل بالايثكس بتاعت كل الحاجات الاخلاقيه، يعني ما ينفعش ان انا ايه ابيع يعني اخلاقي، تمام؟ لان بيحصل كوارث زي ما احنا شايفين في الامارات والحاجات اللي حوالينا دي. طيب لو جينا ببساطه جدا كده، يعني احنا قاعدين نتكلم عن البي ام بي والبروجكت مانجمنت، ايه هو البروجكت يعني؟ لو جينا نبص ايه هو البروجكت؟ البروجكت ده يا جماعه اسمه temporary end over، يعني هو محاوله عشان undertaken او بتستخدم يعني عشان تطلع لي حاجه من الثلاثه. والحاجات دول يونيك برودكت، يعني يونيك يعني فريد من نوعه او مختلف، يعني برودكت او سيرفيس او ريزلت، مش شرط يبقى برودكت ملموس، ممكن تبقى سيرفيس. مثلا لو قلنا اوبر او كريم كبروجكت ليه بدايه ونهايه، دايما المشروع هقول لكم لازم يبقى ليه بدايه ونهايه. يبقى تمبرري يعني مؤقت، ليه بدايه ونهايه فتره قد كده، هقول ان اوبر وكريم هيشتغلوا خلال الشهر ده بيعملوا سيرفيس بطريقه معينه، يبقى ده كبروجكت. انما جنرال كده لا، ده مش بروجكت. ريزلت معينه زي بحث علمي طلعوا نتيجه قال لك لا بص موضوع الكورونا دوت ربنا يحفظنا منه يعني ونجينا كلنا ان شاء الله. الناس العلماء هتقعدوا في المعمل 6 شهور مش هتطلعوا منه الا لما تطلعوا لي علاج للكورونا، ده اسمه بروجكت، ما اسموش بحث علمي ولا اسمه بروجكت، ليه بدايه ونهايه وهيطلع منه ايه برودكت كمان، تمام؟ طيب والبروجكت ديت ممكن ايه؟ طيب البروجكت بقى بيتغير يا جماعه بالسايز بتاعه وحجمه، عدد الناس، ممكن بروجكت فيه 10 شغالين وبروجكت فيه 10,000. تمام. وهو حجمه نفسه القصه بتاعته ايه، بيعمل مثلا وحده سكنيه بيعمل 1000 وحده، الاوت كومز الخارج بتاعه اللي هي برضه وحده او 1000 وحده، الديوريشن في حاجه بتاخد شهر، في حاجه بتاخد 4 شهور، في حاجه بتاخد 10 شهور، الستيك هولدرز في حاجه لها 2000 ستيك هولدر، في حاجه لها 5 6 ستيك هولدر. فبس نتفق كده كبروجكت، يعني ايه بروجكت؟ هو حاجه لها بدايه ونهايه وبتطلع لي يونيك، حاجه فريده من نوعها سواء كان برودكت او سيرفيس او ايه او ريزلت، تمام؟ طيب هو الموضوع كله ان انت دلوقتي لو بصيت للرسمه ديت فبعد في الفيوتشر بعد الرسمه دي في حاجه كده زادت، فيبقى كده الزياده دي انا غيرت، او في اكتيفيتي زياده، او في برودكت زياده، او في ريزلت زياده، هو دوت الايه الاشيفمنت اللي حصل في الايه في البروجكت، تمام؟ طيب
انا بس سؤالي بقى دلوقتي، انا ليه بعمل بروجكتس؟ يعني ليه اوبر وكريم دول اتعملوا؟ ليه سويف اللي اتعمل؟ ليه الحاجات دي اتعملت؟ عشان سوشيال نيد. طب ليه عملنا الموبايل؟ عشان سوشيال نيد. الموبايل كان دلوقتي، زمان الموبايل كان الخط ب 1000 جنيه ومع عيلة القوم، او ب 1000 ونص والدقيقه مش عارف بكام. دلوقتي مع الناس كلها لان في سوشيال نيد. فانا دلوقتي ليه المشروع ينشا اساسا من الاحتياج، الناس محتاجه حاجه، فالناس ايه السبونسر يعمل مشروع ويعمل عشان ساتسفاي الستاكهولدر ايه ريكويست او نيدز، يعني السوشيال نيدز بتاعتنا. البيزنس في شنج في البيزنس، فانا عايز هعمل خط مترو انفاق علشان القاهره فيها زحمه جدا، بدل خط يبقوا خطين وثلاثه عشان برضو الايه الستاكهولدرز بتوعي. البرودكت شركه كوكاكولا مثلا كانت عامله فرع واحد، لقت منتجاتها عليها فروع طلب كتير، عملت مثلا 10 فروع في اسكندريه القاهره في كل حته. والريكوايرمنت بتاعت الناس برضو هي اللي بت ايه يعني الحاجه ام الاختراع. يعني الموبايلات الجيل الخامس دي بتطلع او كل شويه بيطلع موبايل ليه؟ بتوع الالكترونيك نفسهم مش لاقيين فلوس وقاعدين في المعامل، فبتوع الكوميونيكيشن الناس بتشتري موبايلات يدفعوا فلوس لبتوع الالكترونيك، طب اعملوا لنا موبايل كذا وموبايل كذا، فيقعدوا يطلعوا فايه يبقى في يعني فلوس الناس اللي بتشتري الموبايلات هي اللي بتخلي الناس بتوع الالكترونيك والكوميونيكيشن يعملوا الموبايلات الجديده. لو احنا بطلنا نشتري الحاجات الجديده ما هم عمرهم ما هيقدروا يشتغلوا. فالنيدز بتاعتنا والريكوايرمنت هي اللي بتخلينا العربيات، لو الناس بطلت تشتري عربيات مش هيصنعوا حاجات جديده ويعمل لك اوبشنز فيها. في ناس بتغير عربيه كل سنه وفي ناس بتغير موبايل كل سنه عشان في الاوبشنز، هو ده اللي بيخلي الناس اللي يعملوا بروجكتس ديت ويشتغلوا فيها. ده المانجمنت اللي انا قلت لك عليه ان هو حاجه بروفيشنال. الراجل ده بيبص في الورقه بتاعه ايه المطلوب منه، 1 2 3 4 5 6 هيروح يعمله، بلان هيقراها ويروح يعملها، مش هيروح يهوبس او يروح لسه يفتكر او طب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. مش حاجه اسمها كده، يعني ما ينفعش ان انا اروح شغلانه وانا مش عارف انا هعمل ايه، سواء حتى يعني لو انت بروفيشنال. يعني مثلا سي حد عنده 20 سنه خبره لازم كاتب حاجات انا هعمل شغلانه، هغير سويتش في محطه في بتاع الكهرباء مثلا، او مثلا هيحول على حاجه، هيحول على بامب بتوع الميكانيكا، معاه بروسيدير 1 2 3 4 5 بروسيدر هيعملهم. ما ينفعش يروح كده يا جماعه نسى، مش مركز، حد كلمه في الموبايل وهو بيتكلم في الموبايل بيعمل حاجه، لا هي ورقه مكتوبه، يبقى انا كده الموضوع ايه بروفيشنال. وهمشي على الخطوات يعني زي الشيك ليست، لو انت واحد بيصلح حاجه ولا بيبص على حاجه، الناس اللي هي بتنزل المشروع عشان تعمل بانش ليست دي بينزل يقول اه الاساسات مظبوطه اوكي، اللوائح في مكانها، الدايمنشن مظبوط، الخرسانات مش عارف ايه اوكي اوكي، ده تشيك ليست بحيث ان هو ما يفوتش حاجه. لو هو نزل لوحده ممكن تفوت منه حاجه، انما لو في لسته معاه وبيتشيك عليها هيبقى اسهل ان هو يفتكر كل حاجه. طيب دلوقتي يا جماعه عندي، احنا اتكلمنا على البروجكت دي اول حاجه ان هو يعني حاجه تمبرر اند اوفر عشان تطلع لي ايه برودكت او سيرفيس او ريزلت، خلاص كده ما عنديش مشكله. في عندي حاجه اسمها بروجرام، دايما يقول لك في حاجه اسمها بروجرام مانجر بروجكت مانجر. بروجرام دوت شويه ريليتد بروجكتس كده او سب بروجرامز او بروجرام اكتيفيتيز جوه بعض. يعني البروجرام بيتكون من مجموعه من ريليتد بروجكت، بمعنى شركه مثلا وراسكم واخده تطوير المباني التعليميه في مصر، هيبقى عنده بروجكت لتطوير المباني التعليميه في اسكندريه، بروجكت لتطوير المباني التعليميه في القاهره، في القاهره، واحد تاني في الصعيد. دي كلها بروجكت شغاله ليها كلها بروجكت مانجر، كل واحد بروجكت مانجر، وفي واحد اسمه بروجرام مانجر معاه البروجكت دي كلها عشان هي ريليتد. طب البروجرام مانجر بقى يقدر ياخد، عايزين خلاطة اسمنت مثلا في القاهرة وبتوع اسكندرية مش محتاجينها ابعت لهم، عايزين مجموعة من العمال الخرسانة او النجارين ابعت لهم، يبقى انا بعمل ايه بقى الماتيريال او الاكيبمنت او الناس ادورها ما بين المشروعات، اللي هم ريليتد بروجكت تبع البروجرام مانجر، فهو دايما سلطته تمام. وطبعا في يعني في الموضوع ديبندنت، يعني بيبقوا معتمدين على بعضيهم يعني تمام.
في الباشمهندس احمد شارك لكم كده الاصدار السادس من الكتاب اهوت على الشات، مشكورا يعني. طيب ده البروجرام يا جماعه، يبقى انا كده البروجرام خلاص بقى حاجه اسمها بروجرام مانجر، يبقى عارفين يعني ايه بروجرام. بعد كده فوق بورتفوليو مانجر او مانجمنت، ده مجموعه من الايه البروجكت والبروجرامز بقى. يبقى انا البورتفوليو تحته بروجرامز، تحت البروجرامز في بروجكتس. يبقى انا دلوقتي بورتفوليو مثلا في دبي، شركه راسكوم لها برضه فرع في دبي ولها فرع مثلا في السعوديه، ولهم حاجه اسمها بورتفوليو مانجر، وفي بروجرام مانجر في السعوديه ماسك مشاريع السعوديه كلها، وواحد تاني في دبي ماسك مشاريع دبي كلها، وواحد تاني في القاهره ماسك مشاريع بروجرام مانجر في القاهره، وواحد بورتفوليو مانجر في دبي مثلا للمكتب الرئيسي اللي هو ماسك كل الايه الموضوع ده. ومش شرط تبقى المشاريع ريليتد لبعض، يعني ممكن يبقى ماسك بنيه تعليميه وبيعمل مصانع وبيعمل وبيعمل. الموضوع كله مش لازم يبقوا ايه هم انتر ديبندنت، او ايه مش لازم يبقوا ايه ديبندنت. وطبعا الموضوع سنترلايزد، ليه بحط البورتفوليو مانجر؟ علشان يمانج الحاجات دي كلها. انا عندي كميه موارد جامده قوي في كل بروجرام، ازاي اتحكم في ده كله؟ لازم واحد بس يبقى راس واحده تدير المنظومه دي كلها، لان لو كذا حد يبقى فيه هيبقى كل واحد عايز البروجرام بتاعه او البورتفوليو بتاعه يبقى ايه، يبقى هو اللي ناجح والتاني لا، هو واحد هو اللي بيدير الموضوع يمانج الايه القصه دي كلها. تمام. طيب يبقى هي دي القصه كلها. انا عندي بورتفوليو اللي هو اللي فوق دوت، تحته شويه بروجرامز، والبروجرامز تحتها شويه ايه شويه بروجرام بروجكتس، وفيها ايه شيرد ريسورسز وايه وستيك هولدرز. ريسورسز دي بقى اللي هي الماتيريال والاكيبمنت وكل الايه والناس والمان باور والستيك هولدرز اللي موجودين. يبقى هي المنصه الكبيره هي البورتفوليو مانجر، بعد كده تحته شويه بروجرامز، تحت البروجرامز دي كل البروجرامز تحت شويه ايه بروجكتس، والبروجكتس دي بتبقى ريليتد لبعضيها. ده كفكره عامه على الموضوع. ندخل في حاجه ثانيه خطيره جدا، ايه الفرق ما بين البروجكتس والاوبريشن؟ يعني انا شغال في مصنع مثلا، حد شغال في مصنع اسمده، حد شغال في مصنع اطارات، حد شغال في مصنع كهرباء، حد شغال في اي مصنع. طيب ايه القصه كلها؟ انت ايه الفرق ما بين الاوبريشن؟ انت بتعمل شركه بيبسي او كوكا كولا، بتعمل ازاز كوكا كولا، الهدف ان انا اعظم الانتاج، اعمل 1000 ازازه 2000 ازازه 3000، هو كده كده ايه ده انتاج اوبريشن اون جوينج. ايه اوبريشن؟ يبقى اول حاجه تمام، البروجكت تمبرري، يعني تمبرري يعني حاجه ايه مؤقته لها بدايه ونهايه، بتخلص خلاص. طب انا بقى لو بطور خط انتاج في شركه كوكا كولا يعتبر بروجكت. تمام. طيب الثاني نقطه، البروجكت يونيك، قلنا يونيك يعني فريد من نوعه، حاجه ايه مختلفه، يعني دايما هعمل بروجكت عشان اعمل حاجه مختلفه. الاوبريشن ريبيتيتف، يعني نفس ازازه الكولا، نفس ازازه البيبسي، نفس الكاوتش العربيه، نفس العربيه الجيب مثلا ولا اللادا ولا ولا، فهي ايه متكرره، فدي بالنسبه للاوبريشن. طبعا البروجكت بيقفل بعد ما يطلع الاوبجيكتيف بتاعته اللي حصلت في البلان، بيعمل كلوزنج، اخر بروسس عند الكلوزنج. طبعا الاوبريشن ايه، لا اوبجيكتيف ديت بتاعها سستين البيزنس، مش هعمل شويه كوكا كولا واوقف، لا ده انا عايز اعظم الايه الانتاج بتاعي. زي لو عامل بروتوتايب عربيه جديده يعتبر بروجكت، يعني عربيات السباق الجديده والحاجات اللي بتعمل لها ديزاين، بعمل بروتوتايب او نموذج مبدئي، نموذج كده بتوع الديزاين بيعملوه، ماكيت مثلا زي بتوع العماره يعمل يعني ماكيت للفيلا، ماكيت للعماره، الناس تبص عليه وتشوف اه لا معلش الستيك هولدر وحته الستيك هولدر برضه فهيبص عليه عجبه، لا يقول لك معلش الشبابيك طب كبر شويه، طب صغر شويه، طب لا ظبط، فتظبط الماكيت بحيث ان هو في الطبيعه ينال ايه الرضا بتاعه. لان انا عايز اقول بقى، لو انا بعمل رحت عند في كليه معينه او معهد وهنعمل شغل الديكور، بلاش شغل الديكور، الشقه بتاعتك وانت هتتجوز تمام، جبت الراجل النقاش يعمل لك النقاشه في الشقه، فخلط الالوان ودربهم، المدام او خطيبتك قالت لك انا عايزه لون بيج فاتح تمام، فانت قلت للراجل لون بيج فاتح، فضرب لون كده وايه وظبطه ودهن وخلص، وبعدين انت بعد ما خلص تمام فلقيت اللون ايه مش عاجبها، عرفت لا المفروض يبقى فاتح شويه ده كده غامق، هيبقى عندك مشكله.
هتجيب النقاش تاني واشتغل تاني ويهد الشغل. طب انت سيادتك لو انت اخدتها يوم معاك والراجل اللي قبل ما يدهن ضرب الخلطه بتاعته طلع لون عمل فرشه كده على الحيطه ادت لون فاتح شويه قالت لك لا لا معلش ايه غمقه شويه غمقه سنه كده تمام تمام سبته ومشيت، هتيجي طبيعي ان هي هتيجي هيعجبها لان احنا اتفقنا وبصينا على ايه؟ على الطبيعه. فالستيك هولدر لازم تاخد منه راي يعني دايما، كل ما خدت الفيدباك بسرعه كل ما نقدر اعدل بسرعه. يعني ما وانا في المصنع بصيت على المكتب والدايمنشن وشكله قبل ما يجي لي المصنع 1000 وبعدين ارجعه له فالراجل يخسر دم قلبه زي عماره بناها وبعد كده لا اكتشفت ان فيها مشكله مثلا في الديزاين ههدها بقى ولا اعمل ايه؟ فلازم في الاول ابص على الديزاين واشوفه من كل جوانبه والمكان. فلو بعمل بروتوتايب لعربيه الراجل اللي هو بتاع السباحه يقول لي والله ده كويسه وشكلها متجانس خلاص انا ايه ما عنديش مشكله كده ايه تمام. والله لا هو ممكن بتاع السباق اللي هيركبها بقى او اللي هيستخدمها يقول لك لا والله ده مش عجباني شكلها مش والالوان دي مش كويسه، بدل ما تصنعها وتخسر ملايين الدولارات وتيجي بعد كده تلاقي الموضوع فيه مشكله. فده يعتبر بروجكت. طب لو انت بتاسمبل بقى او بتجمع عربيه او بتجمع يعني خط تجميع، يعني خط تجميع نعمل ايه بقى؟ ده يعتبر ايه؟ اونجوينج ولا ريبيتيتيف ولا يونيك ولا ايه؟ ده يعتبر اوبريشن، يعني بجمع عربيات كل جزء منها اتعمل وبجمعها، مفيش حاجه يونيك فيها، مش تمبرري، لا ده انا هي خط انتاج وعايز اكتر عدد العربيات وعايز ايه ازود الموضوع. فده الفروق الرئيسيه ما بين يا جماعه البروجكت والاوبريشن. تمام؟ طيب في بقى اورجنايزيشن بروجكت مانجمنت الاو بي ام ديت، ده يعني جهه بتعمل بتتكلم بتاكد ان البروجكت بتاعتك كلها ماشيه في المسار السليم. يعني انت ماشي والدنيا والليفلز كلها من الناس عندها نفس الاستراتيجيك فيجن. يعني احنا ده هقعد مع الناس كلها، الناس اللي شغاله معايا، احنا الهدف بتاعنا ان احنا يا جماعه نعمل مشروع اكبر مثلا مشروع في الشرق الاوسط في الطاقه الشمسيه اللي هو في اسوان مثلا. فاحنا الهدف بتاعنا كده وعايزين نعمل في 30 شهر ونخلص ومش عارف، كل الناس عندها الاستراتيجي فيجن. فالاو بي ام ديت هدفها ان كل الناس كل تختار المشاريع المظبوطه وكل الناس في كل الليفل في المشاريع يبقى عندها نفس الايه؟ الاستراتيجي فيجن. ما ينفعش المدير يبقى ليه فيجن والناس اللي تحته عندها فيجن ثانيه. لازم يبقى كلنا لنا نفس الفيجن عشان كلنا نمشي في نفس السكه يا جماعه. لازم كلنا نمشي في نفس السكه. ما ينفعش ايه كلنا ايه يبقى كل واحد يبقى عنده ايه مشكله. طب يا جماعه هو ده بس الرسمه دي بتبين لي ان انا دلوقتي بيبقى عندي استراتيجي، بيبقى عندي بورتفوليو بروجرام واوبريشن، بيبين لي ان في اوفرلاب ما بين الحاجات وبعضيها، حاجات تودي الحاجات وبجيب حاجات وبكملها، فبالتالي هي ده في الحقيقه، يعني انا بعمل بروسس واخلصها ما طلعتش النتائج اللي هي في البلان ارجع تاني اكملها، طب طلعت تمام اكمل اللي بعدها، طب اللي بعدها ما طلعتش ارجع تاني في البلان وايه واظبطها، فانا كده يا جماعه ايه دي النقطه ايه الاساسيه. الشكل اللي قدامي ده مهم جدا بيبين لي البروجكت لايف سايكل، اللايف سايكل بتاع اي مشروع. ده المحور الرئيسي بتاعي الكوست اند ستافنج التكاليف والناس اللي هوظف يعني وعدد الناس يعني المان باور والمحور الرفق بتاعي. طيب هلاقي ان في بدايه المشروع الفلوس اللي بدفعها قليله والناس قليله، بجيب مثلا ثلاثه اربعه ينزلوا المشروع يشوفوا النظام ايه كده وبتاع وبجيب كرفان ولا حاجه ونشوف، وبعد كده بزود بقى ايه والكوست بتزيد بيبقى مثلا بدل ما كان معايا ثلاثه بقى 100 يفضل يزيد 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 لغايه ما يوصل لايه؟ وانا بشغال في المشروع الموضوع وصل للماكسيمم وانا بقفل في المشروع ابدا اقلل في الناس وامشي في الناس وامشي في الناس واقلل في المعدات لغايه ما ابدا اقفل المشروع. فهو الموضوع زي بيل شيب كده بيبدا قليل قليل يزيد يزيد لغايه ما يوصل للماكسيمم وبعدين ينزل. فالموضوع ده خطير جدا، الموضوع ده خطير جدا، الكيرف ده خطير جدا. البروجكت باوندريز يعني ايه باوندريز؟ يعني انا محددات المشروع النطاق بتاعه. السبونسر مضى الورقه عندي باوندريز وفي بيزنس دوكيمنت. اي مشروع يا جماعه البيزنس دوكيمنت ديت فيها دراسه الجدوى، يعني يبقى معمول دراسه جدوى ان المشروع ده يعني بيبين الماركت بليس والفلوس اللي هاخدها. انا هعمل محل فول وفلافل، طيب
في محلات فول وفلافل جنبي زي الصيدليه، يقول لك كل صيدليه وصيدليه بينها 300 متر، ده مثلا حاجه طالعه، لان طبيعي ان انا اعمل صيدليه جنب صيدليه هيبقى في مشكله، مشكله في يعني الزباين على الاقل لما يبقى بعيده، فدي ليها زباينها ودي ليها زباينها. فانا هعمل محل فول وفلافل، الماركت بليس وضع ايه؟ في محلات فول وفلافل هنا موجوده تمام ولا ما فيش؟ ولا انا دلوقتي هبقى اليونيك في الموضوع تمام؟ طيب هعمل دراسه جدوى، الموضوع ده هيجيب لي الفلوس. دراسه الجدوى برضو ممكن ابقى يعني اعمل لكم حاجه صغيره عنها كده، فيها شويه محددات، حاجه اسمها ار او اي مثلا، ريتيرن اوف انفستمنت او ريتيرن اون انفستمنت، يقول لك ان انت هيرجع لك 300% من الفلوس اللي انت دفعتها. وحاجه تانية محدد تاني، الباي باك بيريد، يقول لك انت الفلوس بتاعتك او الاستثمار بتاعك هيرجع لك بعد سنتين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، بعد خمسه. في واحد يقول لك لا انا يهمني اللي هي الفلوس بتاعتي ترجع لي 300%، مش مهم البي باك بيريود. واحد تاني يقول لك لا انا اختار المشروع اللي الفلوس بترجع لي، البي باك بيريود بتاعتي بترجع لي بعد وقت قليل، شهرين ثلاثه. كلنا كده عايزين كده طبعا، مش عايز يبقى سنين، يعني كل ما بقت سنين وكل ما كان الموضوع فيه مشاكل تمام. فكل ده جوه البيزنس دوكت، بحد ماركت بليس وبحد دراسه الجدوى، وبعد كده بدخل في البروجكت. يبدا البروجكت من هنا كده، انيشيتنج، بعمل بعد الانيشيتنج ايه يا جماعه؟ بلاننج، وبعمل اكسكيوتنج وكلوزنج. طبعا في فوق بره كده المونيتور عند ايه؟ كنترول. فبعمل بلاننج، البلان مظبوطه، بعمل اكسكيوتنج. طب اللي في الاكسكيوتنج اللي محتاج حاجه اغير في البلاننج اغير واظبط كده، وفي المونيتور عند كنترول هي المظله اللي بتعمها. كل اللي موجود في الاكسكيوتنج عملته، يعني كل اللي في البلان عملته، ولا في حاجه لسه ارجع تاني؟ طب البلان محتاج تعديل، بمعنى ان انا لما رسمت عملت بلان، اتفقت ان انا هعمل ضغط مثلا يمشي على ارتفاع 3 متر في المصنع، مش اشتغلت وبتاع وانا بنفذ، لقيت ان بقى الضغط دوت او الماسوره ديت لقيت قدامها في عمود خرسانه، هعمل ايه؟ ومش ريكومند ان انا اكثف عمود خرسانه علشان الحديد ما يحصلش فيه مشاكل وكده تمام. البديل ان انا هغير مسار، هرجع للبلاننج واقول لا ده في 3 متر، يبقى انا هنزل بالليفل بتاعها نص متر عشان اعدل الايه؟ العمود او الكاميرا ديت، وبالتالي يبقى انا هغير في البلاننج وارجع تاني في مرحله الاكسكيوتنج انفذ والمونيتور اند كنترول. طب انا عملت الموضوع دوت، حصل بقى انا عديت المشكله، حصل مشكله نتيجه ان انا غيرت في الليفل الماسوره ديت، لو كانت ميه ولا كانت حريقه ولا حاجه، غيرت في الهيدروليك كالكوليشنز بتاعتي لو هي فاير فايتنج ولا حاجه، غيرت في ضخ الميه للمواتير، غيرت في اي حاجه ثانيه، لو غيرت هرجع في البلاننج تاني وانفذ. يعني حل المشكله زي ما كنا بنقول، انا بعمل ايه؟ ريسبونس، يعني بعمل ريسبونس للريسك لما بعمل امبلمنت، بعد كده بشوف الريسبونس بتاعي ده عمل مشاكل ولا اضع الريسك وخلاص. فيعني ممكن بحل حاجه واعمل مشكله تانية، فالموضوع كده. وبعمل كلوزنج للايه؟ البروجكت، وبيطلع منه الديليفرابلز او الحاجات بقى المخرجات بتاعته، والريكوردز بتاعت اللي هي ايه؟ عدد الناس اللي اشتغلت والليسون ليرند والمشاكل اللي قابلتني، عشان لما حد يجي يشتغل في مشروع مماثل يجيب الدوكيمنت ديت ويبص عليه. دي تعتبر من الاسيتس بتاع الشركات، الليسون ليرند اللي خدها، العروض الماليه، التسعير، الحاجات دي كلها ان انا ارجع لها في الايه؟ في المشاريع الثانيه اللي هي بتدخل في البروسيس ايه؟ بتدخل في البروسيس اسيتس. هو حد بيقول لنا البورتفوليو جزء من الاوبريشن، احنا البروجكت نفسه ملوش علاقه بالاوبريشن، الاوبريشن دي قلنا ريبيتيتيف وبتتكرر، بس البورتفوليو ده ليه علاقه بالبروجرام والبروجكت، يبقى هي في الاخر بروجكت، يعني ليه فتره بدايه ونهايه وبيطلع حاجه يونيك، انما الاوبريشن لا، احنا اتفقنا ان هي ايه؟ حاجه ريبيتيتيف وحاجه ايه؟ مستمره فور ايفر. طيب البروجكت لايف سايكل اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي فيها خمسه بروسيس، انشيتنج، بلاننج، اكسكيوتنج، بروت اند كنترول، وبعدين كلوزنج، ممكن تبقى زي ما احنا شايفين كده سيكونشال، زي ما احنا شايفين سيكونشال، يعني ورا بعضيها. يعني هخلص مثلا لو انا دلوقتي عايز اغير انظف حاجه يا جماعه، يعني مكان فيه مخلفات صناعيه، عايز يعني عايز اعمل جنينه في المكان ده، هعمل ايه؟ اول حاجه هشيل الحاجات دي، هعمل ديكومبوزيشن للحاجه واشيلها. بعد كده يا جماعه هعمل ايه؟ هعمل كلين للمكان. بعد كده هعمل لاند سكيبنج واشجر واعمل الجيله وكده. فلازم يبقى الموضوع سيكونشال ورا بعض، دي وبعدين دي وبعدين بعدين. طب لو انت سيادتك شغال في ديزاين فيلا،
وخلصت التأسيس بتاعها وخلصت الحديد بتاعها، تمام، هيحصل ايه؟ ممكن وانت خلصت الديزاين بتاع الحديد وخلصت الخرسانات كديزاين وخلصت كل الحاجات تسليح، وانت شغال في باقي الديزاين زي هنا في الديزاين فيز، انا في نفس الوقت هشتغل مثلا هعمل الخوازيق واعمل الخرسانات، وانت سيادتك بتعمل ديزاين بتاع الديكور والحاجات اللي جوه والكهرباء، تمام. يبقى وانت شغال في الديزاين في اوفرلاب دي بقى، بعمل شغال انا في الكونستراكشن، يعني انت شغال في الديزاين خلصت، انا شغال بقى في الايه في الخوازيق والبناء والبتاع، وانت شغال بقى ايه في الداخل بتعمل له ايه، بتعمل له ديزاين، تمام يا جماعه. فدي حاجه ايه مهمه جدا، فده اوفرلابنج، ممكن يبقى اوفرلابنج وفي او يبقوا سيكونش. طيب الكيرف ده مهم جدا، بيبين لنا حاجات مهمه، ان انا دلوقتي الموضوع الكوست والايه الكوست والستافنج قلنا في الاول قليل قليل وبعدين يزيد لغايه ما يوصل ماكسيموم ويقل. طب الكوست والشينج، يعني ايه الشينج؟ ان انا لو انا عملت مشكله في حاجه او عملت حاجه غلط في بدايه المشروع اقدر اغيرها بسهوله. يعني عملت مثلا المكتب اللي عامله، عملت مكتبين وطلع فيهم مشكله في الدايمنشن، هقدر اغير المكتبين، تكلفته قليله، تغيير يعني الكوست بتاع الشينج قليل. لما في الاخر عملت ال 1000 كل الخشب ده يحصل فيه مشكله والعماله كلها، يبقى انا كده ايه الكوست اوف شينج في الاخر هيبقى عالي. طب العكس بقى الريسك، الريسك في بدايه المشروع عالي جدا ويبدا يقل معايا. ليه عالي؟ السبونسر اللي مضى على التشارتر ممكن مقتنع دلوقتي يعمل شبكه الجيل الخامس، بعد شويه ما بداناش المشروع ولا ما عملناش معدات وما جبناش، بعد شويه لا انا غيرت رايي، انا مش هعمل كده، انا هشتغل في النقل الجماعي، انا هعمل سويفل، انا هشتغل في هعمل نقل بالكهرباء، اجيب اتوبيسات كهرباء، تمام. طيب يبقى انا دلوقتي يا جماعه ايه غير رايي، يبقى الريسك في الاول المشروع قبل ما يبتدى اتكنسل. لو المشروع ابتدى ودفع داون بيمنت المعدات النقل في الموقع، في ناس شغاله، ريسك ان انت تلغي الموضوع دوت او يحصل يقف قليل، يبدا يقل معايا ايه بمرور زمن البروجكت، تمام. طيب دول بقى اللي هم ال 10 نولج اريا متجمعين مع بعض، او الحاجه الانتجريشن. طبعا الخمسه بروسيسز اللي هم عندنا اللي هي الانيشيتنج بلاننج اكسكيوتنج مونيتور اند كنترول كلوزنج، وال 10 نولج اريا الانتجريشن، السكوب مانجمنت، سكادول مانجمنت، الكوست مانجمنت، الكواليتي مانجمنت، ريسورس مانجمنت، كوميونيكيشن مانجمنت، ريسك مانجمنت، بريكيورمنت مانجمنت، ستيك هولدر مانجمنت، كل دول معانا. طيب حد كان بيسال، انا دلوقتي كل الكلام بتاعي ان انا حاسب عشان ابقى بروفيشنال، كل الموضوع عباره عن انبوت داخل على بروسس، يعني البروسس انبوت وتولز وتكنيكس وايه واوت. اي بروسس او اي شغلانه هنعمل لها انبوت وفي تولز وتكنيكس هستخدمها عشان اطلع ايه اوتبوت معين، كل الشغل بتاعي هيبقى ايه هيبقى كده، تمام. وهم الخمسه بروسيسز اللي عندنا دول كده ايه، دول اللي هنتكلم عليهم يعني. حد بيقول لي التسلسل ليه بيبدا من اربعه؟ ما احنا اتفقنا ان اربعه دي رقم التشابتر، الرقم المكتوب جنب النولج اريا ده هو ده رقم التشابتر. في حد الباشمهندس عادل كان عايز يعيد شريحه البورتفوليو. طيب ثانية واحدة، واحنا لو رجعنا ديت يا جماعة ثانية واحدة، احنا قلنا دول الأرقام المكتوبة دي أربعة، ده رقم التشابتر جوه الكتاب، هو حاططها بيقول لك إن الانتجريشن ده تشابتر رقم أربعة، في ثلاثة تشابتر كده انتروداكشن بيتكلم عنهم وبيتناقش عليهم وبيتكلم دور البروجكت مانجر والأورجنايزيشن وكده، وبعد كده بيبدأ بشابتر أربعة انتجريشن، شابتر خمسة ده السكول، تمام؟ حد كان عايز البورتفوليو، البورتفوليو اللي هي ممكن نجيبها بالرسمه ديت، الرسمه دي موضحه. البورتفوليو ده هو مجموعه من البروجرامز او سب بورتفوليو، ايه بروجرام بي بروجرام ايه، تمام. يبقى دول كلهم جوه الايه، وبروجرام بي 1 وبروجرام سي، كل الحاجات دي كلها تحت الايه البورتفوليو مانجر، تمام. والبروجرام نفسه بقى كبروجرام بي جواه تحته مجموعه من الايه من البروجكتس، بروجرام سي تحته مجموعه من الايه؟ من البروجكتس، وكلهم ليهم ايه؟ عشان احنا قلنا البروجرامز مجموعه من البروجكت الاندبندنت شيرد ريسورسز وستيك هولدرز موجودين تحت ايه؟ زي ما احنا ايه؟ شايفين.
هي اول 3 شهور فصول زي ما احنا قلنا، يعني هي انترودكشن زي ما انت شايف كده، يبقى انترودكشن هقول لكم دلوقتي الايه، وبعدين نتكلم عن الاورجنايزيشن او الانفايرمنت، وبعد كده الرول دور البروجكت مانجر اللي هو الشابتر 3، وبعدين الشابتر 4 بقى الحاجات التانية. طيب احنا ممكن نبص هنا على طبعا دي البروسيسز، الانيشيتنج، البلاننج، الاكسكيوتنج، المونيتور اند كنترول، والكلوزنج. انا اللي عايزه من الرسمه ديت تعرف ان في اوفرلاب، لازم نعرف ان في اوفرلاب. يعني ايه اوفرلاب يا جماعه؟ يعني الانيشيتنج في اوفرلاب، ممكن وانا شغال انيشيتنج ببقى شغال بلاننج، وانا شغال بلاننج اكسكيوتنج، ولو انا في الاكسكيوتنج في مونيتور اند كنترول، مش بستنى اخلص دي وبعدين ادخل في دي، لا يعني الموضوع فيه اوفرلاب، تمام؟ ما فيهوش مشكله. تمام؟ وطبعا الانتجريشن يعني تكامل، يعني العمليه، يعني انا اتكلمت فيه كتكامل في البروجكت ما بين الادوار، طبعا ان انت تكامل انتجريشن ما بين البروس والبروس اللي بعدها، عشان اكن تروس بتتعشى مع بعض، ما يبقاش في جاب يعني. تمام. الشابتر 2 يا جماعه بيتكلم على الانفايرمنت ان ويتش بروجكت اوبريت، الانفايرمنت او البيئه اللي انا هحاول اقول لكم انتروداكشن يعني الثلاثه شابتر دول بسرعه، وحته كده عن الكوست والسكاتر، بحيث انتم تبقى الموضوع ايه هضمتوه سنه يعني. يعني انا عارف انا بطول شويه، المفروض هسيب لكم طبعا وقت للاسئله دلوقتي الساعه 9 ونص، فاحنا مثلا ربع ساعه كده ونبدا ان شاء الله يبقى لو في اسئله. تمام. البيئه اللي بيتعمل فيها المشروع ديت، في حاجات معينه فيها، ان انا بقول ان البيئه ديت او فيها انفلونس او فيها حاجات بتاثر عليا، زي الايه؟ زي اول حاجه يا جماعه البروسيس اسيتس، تمام؟ وزي الانفيرومنتال ايه؟ انتربرايز انفيرومنتال فاكتور، الانفيرومنتال فاكتور اللي حواليا، والاورجنايزيشن بروسيس اسيتس او الاسيتس اللي موجوده تبع الايه؟ الاورجنايزيشن. وطبعا هم فيهم حاجات انترنال وايه؟ واكسترنال. لو بصينا كده بشكل بسيط كده، الانتربرايز انفيرومنتال فاكتور، ايه هي الانتربرايز انفيرومنتال فاكتور او اللي هي الحاجات المؤثره ديت على المشروع؟ زي الكالتشر اللي موجوده في الاورجنايزيشن، الفيجن بتاعت المؤسسه مثلا او الاستراكشر. الكالتشر معروف ان انا مثلا شركه كبيره، انا عارف ان انا بعمل شغل مظبوط، شركه بتعك شغلها، شركه بتدفع رشاوي علشان تخلص، شركه لا ما فيش حاجه اسمها عندها رشاوي او تدفع فلوس عشان تخلص شغلها، بتشتغل بالكواليتي وملهاش دعوه. طيب الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، الفاكتور لوكيشن، مكانك انت فين بالنسبه ايه؟ بعيد عن الخامات، بعيد عن الايادي اللي عامله، الموقع بتاعك فين؟ الانفراستراكشر اللي عندك زي الفاسيلتيز والاكيبمنت، انت عندك المباني والحاجات دي كلها. طبعا لو انت بتقدم على اي شغل، ما عندك شركه يعني، بتقدم طبعا الليسته بالمعدات والحاجات اللي عندك والمان باور بتاعتك وكل الايه الحاجات بتاعتك. في برضه حاجه انفورميشن تكنولوجي سوفت وير، اللي انت السوفت وير اللي بتستخدمه في السكادولينج، سواء ام اس بروجكت سواء بريمافيرا، الحاجات دي تعتبر برضه من الايه؟ الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور. الريسورس افيلابيلتي، زي السب كونتراكتور، عندك سب كونتراكتور لو انا عايز شغلانه اتصل بالتليفون يجوا بسرعه وهم معتمد عليهم ولا لا. الكابابيلتي بتاع العمال بتاعتك، الكابابيلتي اكسبرت بتاعتهم، ان هم ناس اكسبرت يعني وسكيلد اتش ار، ولا عندهم مشكله يعني، ولا مش مظبوطين. فدي دلوقتي ده الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور يعني ببساطه. طب طبعا الحاجات دي كانت انترنال للبروجكت، الكالتشر والحاجات دي كلها جوه المؤسسه، انا ما اقدرش اقول الانفراستراكشر والريسورسز، انا مش هقدر يعني اغير فيها قوي. تمام. طيب الاكسترنال بقى، الماركت بليس كونديشن، زي الكومبيتيتورز يعني المتنافسين بتوعي، السوشيال والكالتشر انفلونس، زي البوليتيكال والكلايمت يعني والحاجات السياسيه اللي حواليا بتاثر عليا، الليجال زي اللوز والريجوليشنز اللي موجوده في البلد، دي طبعا اكسترنال وماليش علاقه بيها، عملوا قانون استثمار جديد، عملوا لوائح جديده، ضرائب جديده هتاثر عليا، كوميرشال داتا بيز زي الكوست استيميشن والريسك بتاعتي بحسبها ازاي، اكاديميك ريسيرش زي انت عندك ريسيرش ديفلوبمنت سيشن ولا لا، تمام؟ البابليكيشنز بتاعت الناس، طبعا كل العالم بيهتم بكده، مش بيجيب ناس كده مش بتفهم، بجيب ناس متخصصه. طب الجفرمنتال والاندستريال ستاندردز، الكودز بقى والستاندردز بتاعتي، تمام؟ والفاينانشال كونسيدريشن زي الكرنسي اكسشينج والريتس بتاعتي، والانفليشن التضخم. انا زي ما قلت ان موضوع العقود، انا ممكن العقد بتاعي بعمله فيرم فيكس برايس مثلا وما يبقى في مشكله، في
في بعض الاحيان العقود الطويله لازم اعملها تبقى ايكونوميكالي ادجستمنت عشان ابقى حاطط فيها ايه، احط حاجه فليكسبل كده بند الانفليشن، الانفليشن اللي هو التضخم يا جماعه، نسبه التضخم بتاع البلد، الانفليشن ريت دوت احطه كبارامتر يزود لي سعر الحاجه. الاكسشينج ريت لازم يبقى داخل معايا كبارامتر، ما ينفعش انا حاسب واقول ان انا حاسب على الدولار كذا، لو اتغير يبقى انا لازم ادخل معايا. الفيزيكال انفايرمنت اليمنت زي الوركينج ايه كونديشن والويذر اللي حواليا، كل الحاجات دي ايه اتفقنا ان هي ايه اكسترنال للمؤسسه. يبقى كده ليه الاورجانيزيشن زي ايه يا جماعه؟ البلانز بتاعتك والبوليسيز والورق بقى اللي انت بتستخدمه. زي ما كان حد بيسالنا في فورمات للسكوب، في فورمات للفاريشن اوردر، في فورمات وتمبلت لايه تاني للكليم في الموقع، لو انت بتعمل سبميت للماتيريال، لو بتعمل الحاجات دي كلها دي بتعمل لها بتبقى ليها فورمات، دي تعتبر من الاسس بتاعت المؤسسه. الهيستوريكال انفورميشن، انت خلصت مشروع بشكل قبل الليسون ليرننج عشان الناس اللي بعدك يبدا يعني نبدا من حيث انتهى الاخرون، ما نجيش ايه نستق في نفس الايه النقط. البروجكت فايل فروم بريفيوس بروجكت اللي هي الليسون ليرننج بتاعت فاينانشال داتا اللي هي البادجت، يعني انا بعد كده لما نيجي نشوف الاستيميشن انا ممكن استعين بمشاريع سابقه علشان اقول يا جماعه المشروع ده تقريبا يكلف كذا. طيب الجفرنس فريم ورك اللي هي الايه بقى الرولز والبوليسز والبروسيديرز النورمز اللي هي المعايير الريليشن شيبس السيستم بتاعي والبروسيس دي كلها، الحاجات دي كلها يا جماعه دي الفريم ورك اللي ايه اللي كان حد بيقول ان هو ده الشابتر على الفريم ورك يعني. تمام؟ حاجه مهمه جدا 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 شكل الاورجنايزيشن. انا ممكن اديك شغلانه مش عشان انت معاك فلوس كتيره او ان انت مثلا الدنيا معاك معدات كتيره، ممكن شكل الاورجنايزيشن يخليني اديك شغلانه. لما بطلب شغلانه بطلبها من الراجل اللي هيعملها لي ولا بطلبها من واحد بيدي اوردر لواحد بيدي اوردر لواحد بيدي اوردر لواحد زي كده؟ نوع الاورجنايزيشن ديت اسمها فانكشنال اورجنايزيشن عشان في حاجه اسمها فانكشنال مانجر وتحته ثلاثه ستاف او اربعه ستاف، وده كذلك يعني ده مثلا الراجل بتاع الميكانيكا، ده بتاع الكهرباء، ده بتاع المدني، وتحته الناس بتاعته. لو انا من مؤسسه بره عايز شغلانه هكلم الراجل ده الشيف اكسكيوتيف، انا عايز مثلا اعمل قاعده خرسانيه متر في متر، هيكلم الفانكشنال مانجر بتاع المدني، المدني ده هيكلم الستاف بتاعه الراجل المتخصص في الموضوع ده. ممكن الاقي القعده ما بقاش متر في متر، متر في 10 في متر في 10. ليه بقى؟ لان الاستاف ده هيقول للراجل ايه؟ مثلا ده بلغني رقم غلط وده غلط، ده مش عارف ايه، فيبقى في مس كوميونيكيشن. فدي مشكله في نوع الاورجنايزيشن دوت، في مشكله لو هو اشتغل في مشاريع. في حاجه اسمها ويك ماتريكس نفس اللي فاتت بس بحدد مجموعه عمل للمشروع اللي انا بشتغل فيه زي كده، نفس الفانكشن والمانجر، بجيب الثلاثه ستاف دول وانتوا يا جماعه اللي هتعملوا بروجكت ايه؟ كوردينيشن. لما انا حاجه اتكلم معاهم كمؤسسه من بره اقول لهم يا جماعه لو سمحتوا انت يا حسين السوبرفايزر بتاع الناس دول وبتوع المدني والكهرباء وشغل خلص لي الشغل. بس طبعا احنا فيها مشكله الاورجنايزيشن ديت ان الراجل ده شغال ايه؟ معايا بارت تايم، المدير بتاعه هو الفانكشن مانجر ده هو اللي بيديله مرتبه، ممكن اطلب منه شغل ما يعملوش ويعمل المانجر بتاعه. فبالتالي مشكله الناس ديت اللي ايه؟ ان البي ام ده كوردينيتور او اكسبيديتور او دوره ان هو يعني مش شغال، هو شغال بارت تايم. بالانس ماتريكس نفس الكلام بس بحط حاجه اسمها بروجكت مانجر هنا، واحد من الناس تبعي بقى وليه مديريت ايه اوثورتي زي ما انا شايف، ويبقى هو المونتريز ده، يعني ده رئيس صحيح بس ايه هو معروف ان هو بروجكت مانجر، ف 90% من شغله بدنيه برضه ولا 10% للراجل ده. سترونج ماتريكس بعمل مدير مشروعات وتحته ايه مديرين لكل مشروع، والمدير المشروع ده ماسك الناس دول وبيشتغل، يبقى الراجل ده مدير ومدير مشروعات، يبقى الاوثوريتي بتاعته هو شغال فول تايم والايه والستاف بتوعه شغال فول تايم، فالموضوع ايه ممتاز جدا وما فيش عنده مشكله. البروجكت اورينتيشن ودي انسب حاجه للمشاريع، ان انا بجيب بروجكت مانجر يعمل الشغلات الكهرباء، واحد يعمل ميكانيكا، واحد يعمل المدني، وبالتالي بس هو في مشكله في النوع ده من الاورجنايزيشن ان هو ايه هاير تو فاير او نو هوم فور للاستاف، ما فيش لويالتي فيه، لانه انا بجيب ناس كاجوال يشتغلوا الشغلانه وبعد ما اخلص البروجكت همشيهم كلهم. فيعني هي دي مشكله الايه النوع ده من الاورجنايزيشن. ده مقارنه ما بين الحاجات ديت من حيث البروجكت مانجر والاستاف، الكلام اللي احنا قلناه ببساطه. ده الشابتر دوت، واسئله بسيطه كده كده عن الموضوع يعني.
طيب الشابتر 3 بقى اللي هو قبل الميثودولوجي هي اللي هو الرول بتاع البروجكت مانجر. ايه هو بيعمل ايه البروجكت مانجر والهدف بتاعه ايه هو طبعا الشيف الايه ان هيعمل الاوبجكتيف بتاعه البروجكت كلها، وان هو يعمل كوميونيكيشن مع كل مين الناس اللي موجودين دول معاه والستيك هولدرز اللي موجودين معاه. تمام، طبعا لازم عنده شويه كاركترستيك كده، يبقى عنده نولج، راجل عنده نولج، عنده بيرفورمانس كويس، البيرسونال سكيلز بتاعته، يبقى ديسيجن ميكر، ما ينفعش كل ما يجي يعمل قرار يرجع في قراره او يرجع لحد تاني. ونشوف اللي ايه الموضوع دوت. فبالتالي لازم يبقى ايه اندستري ترندز، يبقى عنده فكره الماركت نيش او الحاجات اللي المجتمع او الصناعات او الماركت عايزها، الستاندرز بتاعت التكنيكال سبورت، الايكونوميك فورسز، والحاجات دي كلها تبقى عارفها. الانتر بيرسونال سكيلز اللي هي ما في حد ما ينفعش يبقى بروجكت مانجر من غير، يبقى يعني مش كل الناس تنفع تبقى بروجكت مانجر. ليدر شيب، تيم بيلدينج، موتيفيتيف اللي هو راجل موتيفيشن كده، وكوميونيكيتنج، ومؤثر، وديسيجن ميكر، وبوليتيكال نيجوشيشن، وعنده نيجوشيشن، ومانج الكونفليكت، وكوتشنج ان هو يبقى ايه راجل قدوه للناس بتاعته. وعندي تالنت تراينجل كده اللي هي تكنيكال، يبقى تكنيكال بروجكت مانجمنت، يبقى تكنيكال بروجكت مانجمنت، ليدر شيب، استراتيجيك اند ايه بزنس مانجمنت، يبقى الموضوع فيه ليدر شيب وتكنيكال، يبقى هو عنده تكنيكال وليدر شيب وايه وعنده استراتيجيك ايه فيجن. تمام، اللي بيشرحهم بقى اللي هي الليدر شيب والسكيلز ديت يعني، وهو ايه الفرق بين المانجمنت والليدر شيب. الليدر شيب برضه لازم هو يبقى ايه بيركز على الجولز اللي هي ترانزاكشنال، سيرفنت ليدر، فوكس على الناس مش على الاهداف، ترانسفورميشن، امباورنج اللي هو بيخلي الناس بتاعته يحفزهم يعني، كاريزماتيك، ايبل تو انسباير، يقدر يلهم الناس وبكلمتين كده يخلي الناس تشتغل وتعمل تاكل في الحديد زي ما بيقولوا واشتغلوا معاه. انتراكشنال اللي هو يبقى ايه كومباينيشن من الترانزاكشنال والترانسفورميشن، ليزي فير اللي هو allow the team to make their own decision، يعني ايه طب خدوا يا جماعه شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه وقولوا لي، مش دايما هو اللي يدي الايه الفورم يعني. كلمتين صغيرين على السكادول، عشان احنا كده احنا الوقت تقريبا احنا زودنا شويتين في الوقت. السكادول اللي انا بعمل السكادول اللي هو تشابتر 6، انا بعمل السكادول بتاعي في الحاجات دي، بعمل سكادول، ديفاين اكتيفيتيز، استميت الاكتيفيتيز، اشوف الكميات بتاعتها، وديفلوب السكادول، واعمل كنترول. فالموضوع ببساطه كده الطرق اللي انت هتستخدمها في ان انت تعمل دبليو بي اس، ورك بريك داون ستراكشر، تقطع الاكتيفيتيز لحتت صغيره عشان تبقى مور مانجنبل وتقدر تتحكم فيها وتقدر تشوف لها التايم بتاعها والكوست بتاعها حته حته، وبعدين تجمعها وتشوف اللي ايه الموضوع ماشي ازاي. عندي حاجه اسمها شينج ريكويست. يعني ايه شينج ريكويست؟ انا عملت الشغل وحد طلب تغيير في حاجه، في جهه منوطه ان هي تشوف الشينج دوت، تقبله ولا ترفضه؟ لو قبلته هحقق، ولو هو جوه السكوب سيادتك هتعمله مضطر، لو مش جوه السكوب هيتعمل فاريشن اوردر وتاخد عليه فلوس. تمام، ومش هينفع تشتغل، ما ينفعش كل حد يطلب منك شينج طول ما انت شغال، في ناس عايزه حاجات تغييرات تغييرات تغييرات، في جهه بتاخد الحاجات، اللي اترفض خلاص، اللي يحصل له فاليديت ويتقبل ده انت هتدرسه وتشوف الامباكت بتاعه وتقدر تنفذه ولا لا. طيب ده شكل كيس كوال، يعني لو انا بقول الحاجه بتبقى اكتيفيتي، اكتيفيتي ايه مثلا؟ والاكتيفيتي دي ممكن اقول الاكتيفيتي دي لازم فينش تو فينش، او فينش تو ستارت، لازم نخلص الحاجه دي، لما تخلص خالص دي تبدا، او لما دي تخلص الثانيه تنتهي، او لما دي تبدا الثانيه تبدا، او لما دي تبدا الثانيه تنتهي. فدي ايه اللي احنا شايفينه؟ فينش تو ستارت، دي تخلص دي تبتدي في سهم كده. طب ستارت تو فينش دي بدات، دي ستارت تو ستارت دي بدات ودي تبدا، اكتيفيتي ايه واكتيفيتي بي. طب اكتيفيتي ايه واكتيفيتي بي؟ فينش تو فينش دي خلصت ودي في نفس الوقت خلصت. ستارت تو فينش لما دي بدات تبدا التريجر لدي ايه؟ تفينش خلاص. تمام؟ في حاجه اسمها كريتيكال باث ميثود كلنا بتالي اعرفها يعني نسمع عنها قبل كده، وده اللي بيحدد زمن المشروع. بحط الاكتيفيتيز الصح ولا سيكونس لغايه ما اعرف شكل المشروع النهائي قد ايه عن طريق الايه الكريتيكال ايه باث ميثود. دي حاجه ايه مع يعني
طبعا في حاجه اسمها ليد لاج، يعني ممكن عمليه تبقى متقدمه، يعني ايه؟ طبعا في حاجه ممكن اجيب، انا عايز اعمل خرسانه، فلازم الاسمنت تيجي لي النهارده والزلط تيجي لي بعد يومين والرمله تيجي لي بعد 3 ايام، يبقى هبدا الخرسانه بعد اسبوع. ما ينفعش وانا ابدا الخرسانه والحاجات في حاجه اتاخرت، فيبقى في ليد ولاج، يعني اللاج ده تاخير في الحاجه ولا. فطبعا ما المفروض ما يبقاش عندي لاجات، تمام. والشكل مثلا ممكن ابقى السكيدول شكله عامل كده، انا بدات عملت عملت المحاره وبعدين عملت الدهاره وبعد الدهاره عملت مش عارف ايه. فاحنا قعدنا مع بعض رتبنا الشغل ده بتوع الكهرباء والميكانيكا والمدني، عملنا شكل السكيدول عشان نعمله بعد كده ايه اللي اسمه سكيدول نتورك دايجرام. طيب دي ببساطه كده النقطه المهمه اللي عايز اقول لكم عليها، حته الاستيميشن. انا دلوقتي عايز اقعد مع، انا دلوقتي حد اتصل بيا في التليفون قال لي دلوقتي عندنا شركه صرف صحي عايزين محطه، عايزين نعملها يا باشمهندس. حضرتك كنت شغال في ايه مشروع قبل كده، قول لي تتعمل قد ايه في وقت قد ايه. ما ينفعش اقول له مثلا يا جماعه دي مثلا تاخد لها سنه، لا، انا عشان اعرف ببساطه كده ممكن اتصل بواحد زميلي تاني اشوف اقول له طب تاخد وقت قد ايه، هيقول لي اكس، واحد تالت هيقول لي 1.5 اكس، واحد رابع هيقول لي 2 اكس. المعادله ديت تايم استيميت، بقول في حاجه اسمه واحد اوبتيمستيك، اوبتيمستيك دوت واحد ايه متفائل ولا متشائم؟ متفائل. والبستمستيك اللي هو الراجل متشائم، واربعه تي موست لايكلي، وده راجل طبيعي وقسم على 6 عشان يجيب الافرج. فالراجل طبيعي كده راجل ايه متفائل قال لي ليه المحطه دي هتاخد لها ايه سنه، واحد موست لايكلي قال لي هتاخد لها 6 شهور، واحد متشائم قال لي ده هتاخد لها سنه ونص. هعمل الارقام دي واضربها في المعادله دي هتطلع لي رقم مور ريزونبل واقرب للايه للواقع. فدي معادله بسيطه بتايه بتبين لي الايه الفكره دي، تمام. اسمها 3 بوينت استيميت، دي شغاله في التايم وشغاله في الكوست. لو انا عايز اشوف كوست حاجه بدل ما اشوف رقم واحد او واحد قال لي مشروعي تقريبا بيتكلف كذا، اشوف 3 مشاريع ممثلين واشوف 3 ارقام من الناس واحطها في المعادله دي. ممكن تبقى تراينجل اللي هي 3 نقط بس، وممكن تبقى ايه 3 بوينت اللي هي تبقى ايه واسم على 6، فدي بتبقى اقرب للايه للواقع. وده طبعا اكزامبل بيبين ان 3 بوينت ايه اقرب للايه للرقم الواقع، تمام. هو دوت بالنسبه للسكادول يا جماعه ببساطه كده الهدف بتاعه. وبعمل سكادول بيبقى المنظر دوت، بيبقى في كل عمليه في حاجه اسمها فلوت، بشوف الفينش بتاعها قد ايه امتى الفينش، وبيطرحه بيه اجيبها لكم. ايوه هنا باينه اهي الاكتيفيتي بيبقى فيها ايرلي ستارت وايرلي فينش وليت ستارت وليت فينش. لو طرحت الليت ستارت من الايرلي فينش ده الفلوت، او نفس الرقم يعني الليت فينش من الايرلي فينش هو ده الفلوت. الفلوت هو الوقت البروسس دي تقدر تتاخرها من غير ما تاخر العمليه اللي بعدها وزمن المشروع. يعني الاسمنت والخرسانه مثلا ممكن اقول ان هو مثلا ممكن تاخر له يومين، الفلوت بتاعه يومين، يبقى ما اقدرش اتاخر اكتر من يومين. لو اتاخرت يومين اكتر من يومين هاخر البروسس اللي بعدها، وبالتالي ايه هاخر العمليه بتاعتي. طيب كان حد عايز بيرت دي بسرعه؟ طب يعني هجيبها لكم دلوقتي. هي المثلث بس بتفرق ان انا بقسم على 3، يعني انا بقسم على 3 بس، يعني بقول في 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 رقم في رقمين عندي، تمام، او 3 ارقام، تمام. هقول ان رقم اكس زائد واي زائد زد واقسم على 3، تمام. ده تراينج الرقم ده، لا الاكس اللي هو الاوبتيمستيك زائد 3 4 موست لايكلي زائد الايه البسيمستيك واقسم على 6. ده شكل كده سكادول لما احنا ايه بيدي لك تيبل زي ده كده، والبروسيس وكل عمليه بتاخد وقت قد ايه، والايه العمليه اللي قبلها يعني او معتمد عليها. هرسم النتورك دياجرام ومنه هطلع الايه الكريتيكال باث ميثود، ومن هنا مثلا طلعنا الديوريشن بتاعه. طبعا الشابتر اللي احنا اتكلمنا على المشروع دلوقتي بيبرري والفرق ما بينه وبين الاوبريشن بيجي مثلا عنه 5 6 ايه مثلا اسئله في الامتحان، ان انت بس بتفرق ما بين الاوبريشن والبروجكت. ده مثلا بيجي عنه مثلا ممكن مثلا 7 8 اسئله، يجيب لك تيبل ويعمل لي ارسم لي النتورك دياجرام زي ده، وطلع لي زمن المشروع، وبعد كده اقول لي الفلوت بتاع الاكتيفيتي ديت، الفلوت بتاع الاكتيفيتي ديت، ويقعد يسالك مثلا 7 8 اسئله عنه. فانت بس كونك رسمت كده رسمه على ورق، بديك ورقه بيضة وقلم رصاص، مش مسموح باي حاجه كده بالورق بتاعهم والقلم عندهم، يعني ترسمها وتقعد مثلا يسالك 7 8 9 10 اسئله انت وحظك يعني على الموضوع ده. فالموضوع سيمبل جدا ما فيهوش اي حاجه. ده بالنسبه للامتحان. وبالنسبه ليك برضو لو انت عندك في شغلك في اكتيفيتيز عايز ترسم لها سكادول، تقدر تستخدم الايه الموضوع ده.
في طبعا سوفت وير بيعمل الموضوع دوت ونقدر نشتغل. بعد كده يا جماعه في عندي حاجه مهمه جدا اللي هي الكوست. الكوست دوت مهم. بعد ما عملت التايم وعملت السكادول وعملت الحاجات دي هقدر لازم ابص على الكوست اللي هو تشابتر 7 في تشابتر يعني والنيجيريا بتاعت بقى بالبلان سكور الكوست واستيميت لكل كوست من الحاجات عن طريق ان انا كل اكتيفيتي احط فلوس قد ايه وديترماين البادجت كتوتال وبعمل كنترول على الكوست بعد لو عديتها ايه اقدر. انا بس هوريكم حتتين صغيرين. في حاجه اسمها اكسبرت جادجمنت في التولز والتكنيكس ان انا بستخدم اهل الخبره والخبراء. بجيب خبير مالي ولا خبير راجل خبير في المدني خبير في الكهرباء يقول لي والله القصه دي تاخد لها وقت قد ايه او فلوس قد ايه. تمام ده كده ببساطه. برضه هتلاقي ان انت البيرت ايات يعني حد كان بيسال عن هو الفرق بين بيرت والتريانجل. ده البيرت ايات او اللي هي الثري بوينت استيميت اللي هو الاوبتيمستيك والموست لايكلي والبستمستيك بقسم على 6 ثلاث ارقام بتوعي. تمام التراينجل هم ثلاث ارقام بس اوبتيمستيك موست لايكلي وايه وبستمستيك بقسم على 3. هتلاقي في فرق بس هتلاقي دي مور اكيوريت. ودي طبعا هم عملوها لما بيعمل معادله بيبقى جرب كذا حاجه وجرب كذا تجربه وطلع منه ارقام معينه فبالتالي بيصيغ المعادله عشان تبقى حاجه ايه ستاندرد. حاجه اسمها كوست اوف كواليتي يعني انا دلوقتي لو عملت شغل صح هاخد فلوسه. طب لو عملت شغل غلط ممكن يعدي على الكلاينت وابقى كده وفرت. لو انا بعمل خزان الارضيه بتاعته هعملها عزل وبعدين احط رمله وبعدين اعمل سيراميك طبقه العزل بس هتكلف لي 100000 جنيه فضحكت على المهندس واديته رشوه وما عملش طبقه العزل وعملت الرمله والسيراميك وقال لي قلت له طب خلاص احنا عملناه. طب وريني. لا احنا عملنا خلاص. طيب يبقى انت كده وفرت ايه فلوس. طب بقى لو واحد بقى جالك واحد غلس شاري غلس قال لك لا معلش خسر لي واحده اشوف ما لقاش الكوست اوف كواليتي انت قصرت في الكواليتي عشان توفر هيحصل ايه؟ طبعا انت لما تحط ميه هيهرب لو هو ما اكتشفهاش ده كمان هيهرب يبقى عندك مشكله وهي الايثكس بقى اللي كنا بنتكلم عليها. طب لو اكتشف هيدفع هيجيب مقاول تاني يعملها ويخسر منك الفلوس يبقى انت ايه خسرت كتير قوي. يبقى نتيجه ان انت قللت في الكواليتي لها كوست كبير 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 قوي. تمام؟ فدوت موضوع الكوست. موضوع الاستيميشن برضه في ريبورت استيميت وفي سوفت ويرز بتعمل الموضوع. الفكره بقى اللي قدامي دي ازاي انا بعمل ببني البادجت. بيبقى عندي اكتيفيتي كوست استيميت لكل اكتيفيتي في كوست بعمله. تمام لكل اكتيفيتي يعني انا المحاره والدهان والمدني كوست الكوست بتاعه كذا الكهرباء كذا الميكانيكا كذا. بعد كده بحط ريزيرف حاجه اسمها مانجمنت ريزيرف وحاجه اسمها كونتنجنسي ريزيرف. كونتنجنسي ريزيرف ده الطوارئ بحط مثلا 20 25% على قيمه الفلوس اللي انا حسبتها. طيب الورك باكج دي مجموعه الكوستس لما حطيت عليها الريزيرف بقت اسمها ورك باكج او كوست استيميت. بعد كده بحط عليها الكونتنجنسي ريزيرف برضه تاني فبعمل حاجه اسمها كنترول اكونت اللي هو بقسم الكوست بيز لاين وبعد كده بحط عليه مانجمنت ريزيرف عشان اطلع البادجت. مانجمنت ريزيرف التوب مانجمنت بيبقى معاهم للمشروع دوت رقم انا ما ببقاش عارفه كبروجكت مانجر هو ما بيقوليش عليه بس ممكن مثلا يبقى 10% 15% مثلا بس هو ما بيقوليش عليه عشان ما اعملش حسابي عليه. الكونتنجنس ريزيرف هي كل ما الريسكس اللي انا اقترحتها وطلعتها واكتشفتها وعملت حسابها العمال قلت فزودت اليوميات شويه، الخامات مش موجوده، المشروع في سينا فهجيب العامل بدل ب 200 جنيه في وقت والمشروع في وقت حصاد مثلا الخوخ مثلا او في العريش هو حصاد خوخ فيوميته 200 او 400 جنيه فبيسيبوا شغل الكهرباء والمدني ويروحوا يشتغلوا في الحصاد. فمحتاج ان انا ازود ال 200 جنيه بتاعتي اللي بدفعها تبقى 500 عشان ابقى منافس عشان يشتغل معايا. فدي برده مدخله في الكونتنجنس ايه ريزيرف. في بقى حاجات انا كبروجكت مانجر مجهودي ودماغي ما قدرتش توصلها لي ريسكس ما قدرتش احصرها حاجات طارئه فالمانجمنت بتبقى عامله حسابها في ايه في المانجمنت ريزيرف علشان ما يحصلش لما ما استقش. تمام فهو ده الموضوع يا جماعه بتاع الايه المانجمنت ريزيرف. تمام وبالتالي بطلع البادجت فيها كل حاجه. الشكل اللي قدامي ده اس كيرف او كاش فلو دايجرام بيقول لي يعني ان انا كوست بيز لاين ده اللي انا حسبته اللي انا كنت حاسبه منين هنا بقى كوست بيز لاين اللي هو الكوست اكونت اللي يعمل اكتيفيتي كلها قبل ما احط المانجمنت ايه ريزيرف
وهو المفروض انا بقى النفقات بتاعتي او الاكسبندشرز بتاعتي تبقى تحت الكوست بيزلاين. لو الخط المنقط ده طلع فوق يبقى عندي كارثه، ما ينفعش النفقات تعدي الكوست اللي انا عامله بلان. تمام؟ ده بيحصل ازاي؟ دول تحت نتيجه الستيبس ديت اللي هي الفند، دي اكنها المستخلصات اللي انت بتاخدها في الشغل بتاعك. اول شهر جالك مستخلص، البتاعه دي نزلت تحت، طلع استبايه كمان جالك مستخلص نزلت تحت. فالموضوع ايه؟ زي ما احنا شايفين كده الايه؟ الستيبس. تمام؟ وبعد كده بحط الايه؟ المانجمنت كيرف بتاعي عشان ايه؟ اكمل. فده اسمه الكاش فلو دايجرام او اسمه الاس كيرف او الكوست بيز لاين اكسبندشر اند فاندنج ريكوايرمنت. فدايما انا عايز الكوست بيز لاين اللي انا عملت له بلان ده دايما الاكسبندشر التكاليف بتاعتي او المصروفات بتاعتي تحته، وده بيحصل نتيجه البالانس اللي هو ايه؟ من الفاندنج. تمام؟ ده ببساطه كده عن الوسط. في اربع معادلات بسيطه كده ممكن تستخدمهم في دراسات الجدوى عن السكادول فاريانس، اللي انا بقول هو ايه؟ الارنت فاليو ناقص البلان. الارنت فاليو اللي هي كميه الشغل اللي انت عملتها ناقص الايه اللي انت عملت لها بلان، او الكوست فاريانس كميه الفلوس اللي انت خدتها الارنت فاليو ناقص الايه الاكشوال ايه كوست. هلاقي نفس المعادلتين بس سكادول بيرفورمانس اندكس اللي هو ايرنت فاليو على البي في بقسم بدل ما هي بمطرح، والكوست بيرفورمانس اندكس ايرنت فاليو على الاكشوال عشان اجيبه رقم ايه 10 يبقى الماكسيمم بتاعه 1. تمام؟ طبعا هو لو اقل من 1 دي حاجه وحشه، كل ما يكبر عن 1 او يساوي 1 ويكبر دي حاجه كويسه. ده البوست بتاعه يبقى انا ايه ليد وسابق السكادول بتاعي، لو هو نيجاتيف يبقى انا ايه متاخر. الكوست فاريانس لو هو بوستيف يبقى ايه اهيد اوف، يعني انا اندر بادجت البادجت اللي انا عاملها بلاننج، لو نيجاتيف يبقى انا اوفر بادجت عديت البادجت بتاعتي. فمعادلات بسيطه وسهله، وبرده ايه بيبقى في حاجات بعض المعادلات الاستيميشن اللي انت بتعمل ايه استيميت او بتعمل فوركاستنج او تنبؤ بالحاجات عن طريق ان انا بحط الاستيميت ات كومبليشن، لان انا وانا قاعد دلوقتي اقول لما اخلص الورك ده هيبقى معايا فلوس قد ايه، بجيب الاكشوال زائد البادجت ناقص الايه الارنت فاليو. او نفس المعادله البادجت على الاس بي اي سي بي اي او نفس المعادله بس بقسم على ايه نفس المعادله ديت بس بقسم على الايه السي بي اي مضروبه في الايه في الاس بي اي. ده كل المعادلات دي مختلفه حسب الكريتيكال بتاع الايشو. يعني مثلا لو الارنت فاليو دي كريتيكال هتستخدم المعادله الاولانيه، الكوست كريتيكال هستخدم المعادله الثانيه، السكادول الكريتيكال معايا في المشروع هستخدم المعادله الايه الثالثه. فدي طريقه من طرق الايه الاستيميت يا جماعه، ده استيميت ايه بتاعي. ده كده ببساطة كده الموضوع، واحنا كده يعني اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم كده تقريبا ساعتين بالظبط، فاتمنى يعني ما اكونش طولت عليكم. وانا بس يعني نفتح باب الاسئلة، ويعني اتمنى اكون فدتكم يعني وقلت لكم فكرة مبسطة عن الموضوع. ماشي، اتفضلوا لو في اسئلة. حد كان عايز فورمة الحضور، ايه فورمة الحضور؟ شكرا جزيلا دكتور على المحاضرة القيمة دي، جزاكم الله خيرا. اتمنى لو حد عنده اي سؤال يعمل ريز هاند بحيث يعمل داخل على طول. مهندسة مريم اتفضلي. دكتور ابراهيم اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك اتفضل يا فندم. الله يبارك سعادتك، جزاكم الله الف خير ومشكور، ومحاضره طيبه جدا وما شاء الله مميزه. هو يعني من التايتل بتاع المحاضره انترودكشن. تمام. يعني عشان بس اكون فير معاك، طبعا يعني انت ما شاء الله يعني جبت يعني بريف عن كل الشباتر وكل البروسيس وكل الاكنولجمنت والاريا، فطبعا دي محتاجه يعني عشان اكون فير معاك مش اقل من 3 اسابيع كل يوم ساعتين. تمام، انا عارف ان الموضوع داسم شويه بس انا حاولت يعني ايه برضو ان شاء الله عشان حضرتك بس يعني الشباب في الاول ركزوا معاك، وانا يعني انا طبعا الحمد لله انا بي بي وبي مو وارم بي، فعشان تبقى تاخد كل شابتر لحاله وتدرس وتعمل الفوكس على كل حاجه، فطبعا محتاجه انها تتاخد على هيئه كورس، وانت استاذ وفاهم الموضوع دوت اكتر مني. فعشان طبعا يعني انا اتمنى ان انت تنوه للناس الحضور ان الموضوع
عبارة عن كورس، والكورس ده بيتاخد على أجزاء وعلى أيام وممكن شهرين شهر ونص على حسب الايه الاورز بتاعتها. فطبعا عشان يلم الداتا صح وعشان يلم المانجمنت صح، هي ما هياش ماده بتدرس عشان امتحن فيها، هي عباره عن الاكنولجمنت بتاعتك في الشغل كمهندس كدكتور كصيدلي كمحامي البي ام بي لاي حد ولاي مهنه، عشان كله يبقى فاهم. وطبعا البنفيتس بتاعتها عاليه جدا في كل حاجه، على مستوى المهنه بتاعتك مزاياها كتير وحدث ولا حرج. فانا بس يعني بهنت للحضور كلهم ان الكورس دوت بيتاخد على يعني اورز سعادتك عارفها وتشير لها بس. لا طبعا حضرتك يعني شويه، واحنا قلنا يعني ان هو بيحتاج 35 ساعه دراسه علشان نقدر يعني يبقى في بريبريشن، وطبعا ممكن ياخد شهرين. وانا قلت ان انا استفدت منه في موضوع البحث العلمي وموضوع شغل الصناعه وموضوع شغل المشاريع، وده يعني كاسلوب حياه، مش موضوع بس ان هو حاجه عشان امتحان، لا بنطبقها في حياتنا يعني العمليه. الموضوع يبقى بروفيشنال، يبقى الموضوع ورقه وقلم ومكتب، بعمل بلان لحياتي كلها. يعني لو هتجوز هعمل بلان، يعني هعمل استيميت بوست واعمل سكادول وكل الحاجات بتاعتي. فبالضبط في نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك، هو شرط ان اي مهنه بتاخدها، ممكن دكتور صيدلي ياخدها، طبيب متخصص وعاوز يهتم بياخدها، محامي بياخدها، اي طبعا هم يعني المهندسين يعتبر هم على مستوى القمه، هم بياخدوها في كل التخصصات وهي مميزه جدا للمهندسين. لكن اللي عاوز اشير لها ان جميع المهن الثانيه بياخدوها، زي المحامين اعرفهم جدا اخذوها، وزي ما سيلز في اماكن تانية غير انجينيرنج اخذوها، ومهن تانية اخذوها واستفادوا منها جدا، لانها لا هي منهج تدريسي عشان انا امتحن فيه بشكل يعني انجينيرنج ولا ميديكال ولا واتفر، لا ان انت بتشوف خبرتك العمليه من خلال احتكاكك بالمشاكل ازاي تتعامل معاها لوجيك، ازاي بتتعامل معاها من ناحيه الوقت، من ناحيه الكوست، من ناحيه الكواليتي، من التايم بيعدي منك، التايم بيرجع منك، ريكفري تبلان تو سكادول، الكلام ده كله. فيعني جزاكم الله بخير، ومحاضره ممتازه ممتازه جدا، ويعني اللهم صل على ما شاء الله عليك. ربنا يبارك لحضرتك. هو فعلا فعلا زي ما حضرتك نوهت، المحامين طبعا ياخدوها، والصيادله والدكاتره، انا في طلبه حتى خدوها، في ناس خدتها عشان تغير كارير يعني. فالموضوع كل الناس بتاخد، تجاريين ومحامين يعني، ناس كتير جدا. فبسم الله ما شاء الله، هي وناس كتير بتريكومند الموضوع يعني. باشمهندسة مريم عندك سؤال؟ باشمهندس جواد؟ باشمهندس جواد السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور محاضرة ممتازة جدا وعرضتها بشكل رائع جدا ومفيد، بس في مداخلة. بالنسبة للشهادة يعني مفتوحة مدى الحياة، وتحتاج إلى تقديم خبرات حتى تتجدد بعد فترة معينة. المداخلة الثانية، الفرق بين Quality Insurance و Quality Control. Quality Insurance يعني الخطوات اللي ينفذ بها الفقرة، أما Quality Control فهي استلام الفقرة بعد إنجازها، أنه هي مطابقة للمواصفات. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. هو مبدئيا بالنسبه للشهاده، الموضوع بالنسبه للشهاده بتاخد الشهاده بتبقى 3 سنين، يعني هي شهاده وتجدد، يعني مش همتحن تاني، هو الامتحان جاست مره واحده. انا هجددها لما اخد نقط بي دي اي، 80 بي دي اي. ال 80 بي دي اي دول هتقول ان انا شغال في شركه مثلا وشغال في البروجكت مانجمنت، او قريت كتاب مثلا على البروجكت مانجمنت، اجمع ال 80 خلال الثلاث سنين، ال 80 80 نقطه دي، فبعد كده يقدروا يجددوا الشهاده. بس مش همتحن تاني، هي الشهاده بتاعتك بالرقم بتاعك، ما فيهاش حاجه ثانيه. وزي ما حضرتك اشرت التعريف، الكواليتي اشورنس والكواليتي تشيك، بالظبط زي ما حضرتك ايه قلت كده. هما في مرحلتين مختلفين، واحده في الاكسكيوتنج، واحده في المونيتور اند كنترول. ااا
باشمهندس سامح. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا كنت بستفسر بس عن ان حضرتك قلت ان البروجرام مجموعة من البروجكت مرتبطين ببعض، معنى الكلام ان البروجرام يحتوي فقط على بروجكتس، لكن من الدياجرام اللي متفصل فيه البورتفوليو والبروجرام والبروجكت ان في اوبريشنز موجودة جوه البروجرام. يا ريت نرجع لها تاني في السلايدز، وعايز افسر ليه البي ام بي موجود في الاوبريشن جوه البروجرام. شكرا لحضرتك. ماشي، كنت هنرجع للصوره حالا. الصورة ديت انت هتلاقي ان البروجكت ديت ما بينهم شيرد ريسورسز وستاكهولدرز، يعني هم ريليتد. ليه ريليتد؟ مش شرط ان هم يبقى شبه بعض، يعني مش شرط ان هم شبه، لا، يعني انا اصلا كبروجرام مانجر يعني اودي ريسورس من هنا، يعني راجل عامل محاره هنا شغال في مبنى تعليمي، واحد هيروح يشتغل في مبنى طبي، يعني ماشي، يبقى انا هو نفس الريسورسز بتاعتي يعني او تبعي او شيرد مع والستاك هولدر برضه نفس الناس، تمام. فعملت هنا ايه اللي ايه البروجرام، وبعد كده البروجرامز نفسها ممكن يبقى فيها سب بروجرامز، يعني سب بروجرامز يبقى في مجموعه من صغيره من البروجكت يبقى سب بروجرامز، والبورتفوليو نفسه ممكن يبقى فيه بورتفوليو صغير يعني سب بورتفوليو، تمام. حته الاوبريشنز اللي انت بتتكلم عليها ديت، ان انا في بعض في نوع من الاورجنايزيشن اسمه كومبوزيت ماتريكس، باجي والاوبريشن شغاله او ان انا في مصنع شغال عايز اعمل له تحديث او تطوير، تمام. فباجي والمصنع ده شغال بعمل بروجكت علشان اعمل له ايه انهانسمنت او تحديث او تطوير، فده وهو اوبريشن. مصنع انتاج الكوكا كولا بطور خط انتاج زي ما احنا قلنا، او مصنع العربيات بعمل ايه بروتوتايب للعربيات بس بجمعها بعد كده، يبقى الموضوع ايه مختلف معايا كده، ايه دخلت في الايه في الاوبريشن. عشان كده هو ايه هو حاططها دي عمليات في الاخر ايه هتكمل علشان تعمل البروجكت اللي هو ايه تمبرري، اللي هو ليه بدايه ونهايه، بس هي في الاول وفي الاخر لها بدايه ونهايه، تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا يا دكتور، جزاكم الله كل خير، محاضره طيبه. انا استفساري سريع لو سمحت لي، كنت لو حضرتك بسرعه كده حاجه عن الحاجه الجديده، الاختراع الجديد اسمه الاجايل بروجكتس والاجايل مانجمنت. انا مهندس قديم وشغال، يعني درست البي ام بي في الكليه، المنهج يعني ما كانش عندنا الموضوع ده، ولكن بشوفه كتير، فلو مشكورا تدينا نفسي كده عنه ايه هي الاجايل بروجكتس والاجايل مانجمنت. مشكور وجزاكم الله خير. جزانا واياكم. هو موضوع الاجايل دوت هو دلوقتي موجود في ريفيجن 6، والهدف منه ان الاداره الرشيقه، بمعنى ايه؟ ان انا احنا قلنا الموضوع كله بيبقى فيه انبوتس وتولز وتكنيكس بتستخدمها عشان تطلع اوتبوتس. طب افرض الاموس دي اتغيرت وانت عندك نفس التولز والتكنيكس، هتعمل ايه؟ في مبدا بقى اسمه تيلورنج، التفصيل. يعني انت دلوقتي هتبدا تاخد يعني انا الاموس اتغيرت او حاجات اتغيرت مش هي اللي احنا حافظينها ومش هي الثابته، عشان كده بقول لك البي ام بي مش حفظ. فانا اتغيرت التولز والتكنيكس، الاكسبرت جادجمنت ومثلا الايه راي الخبراء ومثلا اللي انا الريت فاليو مانجمنت والحاجات دي كلها موجوده، تمام؟ او البنش ماركينج ان انا اقارن. طب الحاجات الانبوتس اتغيرت، يبقى انا هدخل بقى ايه؟ هاخد بقى الموضوع نفسه واقسمه لحتت صغيره اقدر افتتها، وكل حته تسلم للي بعدها عشان اعمل اكن صوره كبيره كده، من قسمتها ل 100 قطعه، وكل قطعه رصها جنب بعضها زي البازلز كده عشان اطلع الصوره الكبيره.
مدى الغلط بقى فيها هيبقى قليل، غير لما اجيب صوره كبيره كده ويحصل فيها مشكله. فالاجايل كده بيقطع الحاجات الصغيره كده، صغيره صغيره صغيره، يعني بدل ما بروسس كبيره لها انبوت وتكريس وتكريس ويطلع اوتبوت، الاوتبوت ده بدل ما استنى يطلع لي حاجه كبيره مشكله كبيره، هاخد الحتت الصغيره وكل حته صغيره اعملها بروسس لها انبوتس واوتبوتس، تسلم اللي بعدها تبقى اكيوريت اكيوريت اكيوريت، بزود الايه؟ الاكيورسي. تمام؟ فكل الموضوع ده هو ده، يبقى فيه ايتريشن وفي تقسيم للحاجه حتت، وفي ان انا ممكن استخدم الارتفيشال انتليجنس وسوفت وير، لان انا دلوقتي في حاجه اسمها نيورال نتورك وحاجات كده شغاله في موضوع الارتفيشال انتليجنس ولغات برمجه شغاله بتعمل بيها ايه؟ ان انت دلوقتي وانت دلوقتي داخل البيت عايز تعمل حاجه معينه، مثلا هشتغل مثلا سمارت هوم ولا حاجه، والبيت يبقى ايه؟ اضاءه حديثه، وداخل وعرقان، في سنسورز هتحس ان انا عرقان، هتشغل التكييف اوتوماتيك. تمام؟ طب لو هي مثلا كان في الشمس ضاربه في البيت وانا داخل وانا مش عرقان، التكييف اشتغل مع نفسه؟ لا، في حاجه بقى اسمها ايه؟ ارتفيشال انتليجنس، هيعتمد على الخلايا العصبيه دي اللي هي مبنيه، وفعلا هيبص عليا انا بقى درجه حراره جسمي كام؟ الرياكشن بتاعت وشي، ويعمل فيس ريكوجنيشن وحاجات كده. فالموضوع بقى داخل في ترند حديث جدا، وداخل في موضوع الذكاء الاصطناعي، بحيث ان انت الانبوتس لو اتغيرت خالص الموضوع ده هيدرب نفسه يطلع لي برضه اوت، مفيش حاجه اسمها ان انا مفيش اوت يطلع عشان الانبوتس اتغيرت. اكنك كده في الكنترول. اتمنى اكون قدرت اوصل الصوره لحضرتك. ايوه، بس ده معنى كده ان ما اللي يشتغل في الاجايل بروجكت ده لازم يكون عنده خبره كبيره قوي، يعني ما ينفعش مهندس لسه متخرج اذا كان يعني هيمشي على السيستم تراديشنال بيوصل بالعافيه او بتقابله مشاكل، فما بالك ان هو هيعمل حاجه كاستمايز ل كيس قابلته. فاعتقد ان ده يعني انا كلمه اجايل الناس او انا الامبريشن بيجي لي انها حاجه بسيطه، اجايل حاجه خفيفه سويفت كده بتخلص بسرعه، لكن واضح ان ده موضوع، لا ده موضوع تقيل، يعني لازم يكون مهندس خبير اللي يبدا يشتغل. لا مش شرط مهندس خبير، هي السوفت ويرز والحاجات الجديده هتساعد الناس ان هي تشتغل فيه، بس بيستعينوا برضه بناس خبيره في المانجمنت والبروجكتس، هيستعينوا بخبرتهم علشان يطلعوا الموضوع ده. بس السوفت ويرز والحاجات المستخدمه في التيلورنج والمانجمنت الاجايل ده يعني هيبقى هو ده اللي هيسرع العمليه يعني في الفتره اللي جايه. طيب تمام، مشكور يا دكتور، جزاكم الله كل خير، ربنا يجعلكم جميعا حسنا. جزانا واياك يا اخي. دكتور لو تسمح لي بس بكلمه صغيره. اتفضل يا فندم. هو في بعض الناس بتعتقد ان الاجايل او اللين افضل من الاداره العاديه، او انها منافسه ليها، او انها بتقضي عليها، وانا اعتقد يعني بعد اذن حضرتك ان لا، يعني في بعض الاوقات لازم هستخدم الاسلوب بتاع الاداره بتاع البي ام بي، في بعض المشاريع ممكن يكون في تعديلات كتيره فانا هلجا لللين مثلا، ففي بعض المشاريع ممكن تكون الامور واضحه فانا همشي على الطريق اللي هو التراك العادي بتاع البي ام بي. يعني انا في الشغل بتاعي كده ساعات بلاقي ان انا الامور واضحه معايا وبتاع، فانا مش محتاج اللين او الاجايل، محتاج الاسلوب العادي. يعني ده مش بيلغي دوت، ده تولز ممكن استخدمها بيكمله. حضرتك الله ينور عليك، هو فعلا تول انا بستخدمها اكن سوفت وير كده، او ان انا حاجه بستخدمها بسرع الموضوع وبزود امكانيه ان الدنيا تبقى مظبوطه. يعني زي انت عندك العربيه كده الجديده فيها مثلا، انت بتبقى ماشي على الطريق وخايف تعدي السرعه، فانت بتظبط رجلك، لو رجلك زادت شويه على البنزين السرعه تعدي. طب مثبت السرعه اللي عملوه جديد ده بيساعدك ان انت تمشي، بس هو التراديشن انت ممكن تلغيه تشتغل عادي. فده فعلا الموضوع اللي زي ما حضرتك قلت بالظبط، بيكمل بعضه، ما بيلغيش القديم. انا شغال قديم وشغال الدنيا تمام، وبالمبادئ دي انا بعمل حاجات حديثه عشان اواكب العصر والتكنولوجي الايه؟ والتقدم في التكنولوجي الجديد يعني. واللين بقى في موضوع السكس سيجما والامبروفمنت شغال، ان انا اجيب الحاجه كده اشيل منها اللين دي، لكن انا بجيب قطعه لحمه بشيل الدهون منها وكل اي حاجه كده واسيبها ايه؟ تبقى حاجه صافيه كده. فده ده برضه بيستخدموه لين في الامبروفمنت دلوقتي. الله يكرمك يا دكتور. باشمهندس عادل اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دكتور محمد. اتفضل. الو اتفضل يا فندم. بنشكر حضرتك كل الشكر وكل التقدير لسيادتك وعلى وقتك، وبنشكر بي ام اريبيا على استمرار المبادره الجميله ديت، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. بالنسبه يا باشمهندس يا دكتور، السؤال
اولا حته ال 120 دولار في الاول خالص دي انا ما فهمتهاش، كنت عاوز حضرتك برضو توضحها لنا. وفي جزئيه تانية بتاعت التمبلت، هل في تمبلت لتطبيق البي ام بي بالعربي؟ لو في حاجه صدرت من كده يا ريت لو حضرتك تبعت لنا بي دي اف او حاجه تكون مشكورا يعني. تمام يا اخي. هو بالنسبه لي ال 120 دولار هو تكلفه الامتحان 550 دولار. ال 120 دولار دي لو حضرتك عايز تشترك في البي ام اي هتدخل تعمل ريجستريشن على الويب سايت وتكتب بياناتك وتسجل وبعد كده هتبقى عضو في البي ام اي. لو جيت تقدم بعدها بيدي لك عضويه سنه، جيت تقدم الامتحان هيعمل لك ديسكاونت وبدل ما تدفع 550 هتدفع 400 دولار، يبقى انت كده امتحنت ب 520 توتال. واستفدت من العضويه بدل 550 بالظبط، بس استفدت من البي ام اي، فتح لك سورسز وحاجات تذاكرها وادالك فيديوهات ودخلك على حاجات كده ممكن ايه تبقى نافعه يعني. ملهاش مميزات اخرى ال الممبر شيب؟ الممبر شيب، الممبر شيب بتكتب في السي في ان انت في البي ام اي، في بعض الشركات والاماكن اللي انت هتشتغل فيها يقول لك انت الراجل ده عضو في البي ام اي، فدي حاجة وبتكتب رقم العضوية بتاعك، فده برضو added value ليك، فدي هي حاجة كويسة. والعضوية ديت لمدة قد إيه؟ ال 120 دولار ده سنة فوريفر ولا؟ لا سنة يدفع تاني؟ لا سنة وبعد كده بيبقوا 80 تقريبا أو 60، بس أنت لو عايز تجدد. بس أنت ممكن تشترك السنة اللي هي يفتح لك الكتب والماتيريال في السنة اللي أنت هتمتحن فيها، اللي انت ناوي تمتحن فيها، وبعد كده مش شرط. لو معاك 60 دولار 50 دولار جدد، ودي ادد فاليو ليك، مش هتبقى حاجه وحشه. طبعا طبعا. موضوع بقى التمبلت. التمبلت كتمبلت يعني انت في الموقع بتعمل تمبلتس ولا الكتب بالعربي؟ لا مش الكتب، التمبلتس اللي هو الفورمز اللي انا هنفذ عليها الاريا اللي هي بتاعت البي ام بي كلها. يعني واحد عاوز يطبق بقى البي ام بي اكيد في نماذج معينه هيملاها او يشتغل عليها يعني. في اللي هو الكتاب بريتا ده اللي هو فيه امتحانات وفي حاجات كتير من اللي حضرتك بتقول عليها، ممكن ابعت لكم اللينك بتاعه ده، فيه هتلاقي فيه كل حاجه. انا عندي انا ريتا وعندي اللي هو الدار الثالث من البنبوك، لكن انا قصدي في ناس عملت زي ايه كتاب امتحانات؟ لا مش امتحانات برضو، هو انا مش هدفي الامتحان، انا هدفي التطبيق في المشاريع. ككيس ستادي يعني، ككيس ستاديز. زي كيس ستاديز. في ناس عاملين بقى تمبلز، اما تيجي ايه تعمل كذا لازم تملى الفورمه دي عشان ما ينساش حاجه، زي تشيك ليست كده. فهمت حضرتك. انا كنت عامل حاجه كده زي كيس ستادي كده، ممكن ابقى اشوفها برضو واشرحها معاك. كيس ستادي بقى الناس بتطبق اللي فهموه في الكوست والسكادول ويحسبوا الماتيريا، اكن كده داخل مقايسه وانت شغال، انت شغال بتعمل كل حاجه وفي تمبلتس انت بتملاه. ده اللي قصدك عليه؟ ده اللي انا قصدي عليه. مفيش مشكله ماشي. نشوف حاجه ديت، هيبقى كيس ستادي عشان ما ينساش حاجه، يعني زي ايه بيراجع البوينتس، بيجي يعمل بيبص على التشيك ليست دي بقى. بالظبط، مفيش مشكلة. دي سهلة، دي موجودة إن شاء الله. يعني يبقى شرف لنا يعني لما حضرتك ربنا يبارك في حضرتك، مفيش أي مشكلة خالص. ويا ريت لو في كورس بقى يعني حضرتك تقول لنا على مواعيده ممكن يعني نلتحق بيه برضه لو أونلاين. أنا ما عنديش مشكلة، اللي أنتوا عايزينه تحت أمرك، مفيش أي مشكلة خالص. هو مكان حضرتك فين؟ في بلد عندي بلد. إحنا في اسكندرية في أم الدنيا. تمام، واضح من اللغه. انا كنت لسه اقول لك اسكندريه برضه. لو حضرتك كده احنا في القاهره بس ممكن نتواصل اونلاين لو ينفع. لا مفيش مشكله، لو حضرتك حتى مذاكر وعايز اعمل لك شهاده باسمي انا ما عنديش مشكله، هتدخل يعني بقى الامتحان برضه. اي حد برضه من الزملاء لو هو مذاكر وعايز اعمله شهاده باسمي ان هو يدخل بقى الاكزام انا ما عنديش برضه مشكله. حد عايز ماتيريال برضه انا ما عنديش اي مشكله خالص، تحت امرك يعني. طب السؤال الثاني، يعني احيانا بي ام اريبيا بيعملوا لنا شهاده بحضور المحاضره ديت بالذات، المحاضره بتاعت النهارده مثلا. تمام. تجميعه المحاضرات دي بتنفع معانا في الشهاده برضه ولا لا؟ هي كشهاده للامتحان لازم تبقى من حد معتمد يمضي لك عليها، ما فيش مشكله تبقى الجهه مثلا اللي هي انت ممكن نعمل كورس معاهم ولا حاجه ويبقى هم جهه الكورس
وبس يبقى المواد لازم يبقى محاضر معتمد عشان تبقى ال 35 ساعه الشهاده، بس بيحط توقيع حضرتك يعني ممكن. ايوه بس يعني بس 35 ساعه لازم، ما ينفعش مع الواحد احنا قعدنا مع بعض 3 4 ساعات. ما هو الشروط البي ام اي كده ان انت تاخد كورس 35 ساعه. ساعات متواصله ولا مش شرط؟ لا هم 35 ساعه في شهر، في اسبوعين ورا بعض، في سنه او ما لا. هي حد بيقول ان انت خدت معاه بريباريشن 35 ساعه. انا عشان كده بقول لحضرتك المهندس والدكتور وليد عبد الرحمن كان عمل من شهر كده حوالي 3 او 4 محاضرات هنا، وحضرناها معاه مثلا كل محاضره اقول 3 ساعات ومحاضره حضرتك، فلو جمعنا بقى الساعات دي ينفع؟ هو برضه معتمد وحضرتك معتمد. بص هما نظبط مع بي ام عربيا واللي هم عايزينه تحت امرهم، لو عايزين اي حاجه انا ما عنديش مشكله. طب يا ريت لو في فورم نملاها احتياطي يا باشمهندس عمر، وحسب ما تشوفوا انتوا الصح ايه. تمام ماشي يا دكتور. شكرا. طيب ان شاء الله يا دكتور احنا معلش صرنا عليك، الدكتور ابراهيم عنده دخله ان شاء الله. السلام عليكم دكتور. معلش بس يعني تاكيد بس على معلومه كان سالها احد الزملاء بخصوص موضوع الفاليديتي بتاعه الشهاده والتجديد والمده. اذا ما حصلش على الفيديوز بتاعته خلال الثلاث سنين وعدت الثلاث سنين هيمتحن من اول وجديد. طبعا لازم الفيديو. لازم الفيديو. ما انا بقول حاجه بس ان ما شرطش ليها، فعشان بس كتصحيح واستكمال للمعلومه انه لازم يحافظ خلال الثلاث سنين بتوعه انه ياخد فيديوز بفاليوز معينه ويحافظ عليها، وبيبقى نسبه الرسوم بتاعتها بسيطه جدا مش ماهاش مرهقه زي الاول. وموضوع العضويه اللي اتكلم عليه المهندس عادل من شويه بالنسبه للعضويه بتاعه الممبر شيب بتديله سماحيه انه يحضر الايفنتات في امريكا. بالظبط، هو يحضر كونفرنسز وحاجات كده يعني يقدر يحضر اي ايفنت تبع البي ام اي تحت المسمى بتاعه، وبعت له كل الفيز والتاشيرات والكلام ده كله عشان يقدر يبقى ممبر شيب ويبتدي اكسس عليها بعد كده وياخد كل الماتيريال وكل الريفرنس الموجوده على الويب سايت. تكمل كلام حضرتك، انا وانا عضو في البي ام اي جبت ال 80 فيديو، يعني دخلت على في امتحانات كده بيعملوها على السيكس سيجما مثلا، حاجه ثانيه كده كمحاضرات اونلاين كنت بسمعها، فيدي لي عليها فيديو بتعمل بقى كليم وبتاخد. فخلال السنه دي انا كنت بجمع ال 80 فيديو دول، فهي الناس ممكن برضه يبقى نفس الموضوع يعني. مظبوط، وتاكيد للمهندس عادل بس على معلومه ليه انه لازم ياخد ال 35 ساعه من مهندس سيرتيفايد زي حضرتك عشان الممبر شيب بتاعتك بتبقى سيرتيفايد عند البي ام اي، فهتبقى ريفرنس ليه في الشهاده. فمش معنى ان هو هيحضر مجموعه من المحاضرات في البي ام اريبيا يبقى كده كافيه، لا بالعكس لازم يحضر عدد من الساعات معاك وعدد من الساعات مع الباشمهندس وليد في نفس الوقت، ان التوتال بتاعهم تحت الممبر شيب لكم انتوا الاثنين او لكل واحد لحاله 35 ساعه. تمام، الله ينور على حضرتك يا دكتور، هو كده بالظبط. الله يبارك فيك، عشان اوضح للمهندس عادل بس عشان انا كنت مركز في السؤال بتاعه. الله ينور على حضرتك، الله ينور على حضرتك. الله يبارك سعادتك يا فندم، واتمنى الروابط اللي اشرت عليها سعادتك في المحاضره للاستفاده من الناس كلها والحضور، اتمنى انك تبعتها للمهندس عمر وشيرها لنا على الجروب او على اي وقت هو عامل جروب خاص بالحضور وبالناس بيشير الداتا بتاعته. مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير دكتور، الف شكر، يعني محاضره ممتعه وواحد استفاد منها معلومات كثيره، اول مره الواحد يسمع عنها او يعرفها يعني، فالف شكر لحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا باشمهندس عمر، واحنا متشكرين جدا للدعوه الكريمه، يعني ان شاء الله يبقى خير لقاءات ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله دكتور.